ماتش على الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. هو ليس مجرد بطل ولكن فلسفة حياة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم والحلقة 549 من ملك وكتابة، وبدأها المهندس عادل بداية فلسفية مع أن احنا في أيام مفترجة وأيام تقترب بنا من مباراة القمة. فلسفة حياة. أولا كل سنة والعالم الإسلامي بخير، رسنا كل الدنيا بخير يا رب إن شاء الله، ومصر وكل الدنيا بخير وكل سنة وطيبين. ولكن حتى ما هو وكل فكرة هامة أثرت في التاريخ وراها فلسفة كبيرة. صحيح. النادي الأهلي عندما أنشئ لم ينشئ عشان يكسب بطولات، ولكن لا يمثل فكرة مجردة، فكرة تقود إلى الأفضل، فكرة لخلق المواطن أو بناء المواطن بالمفهوم الصحيح، ليس مجرد بطولات. ليس مجرد بطولات، وهو أكثر من مجرد ناد، عشان كده هو الملك، وحول الملك كتابات كثيرة وحلقة ثرية، هذا أبرز عناوينها. مقالي ومقاله جماهيرية آه، بطولة لا. الغربال الأهلي وحروب الجيل السالك، بعضمة لسانه سبحان الله، ما هو ده اللي قلناه. الشموع الحمراء والفناجيل، ده كمان مش ابن النادي. أسرار الملك، نادي القرن والدبلوماسية المصرية. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. محتوى نتمنى أنه حضراتكم تستمتعوا به، لكن لما حبيت أقول للمهندس عادلي مقالك إيه، قال لي هم ما قالوا أنه مباراة القمة بطولة لوحديها وحدث يعبر عن نفسه وملوش دعوة بأي حاجة في حد ذاته، لقاء القمة بطولة لوحدها. ده رأيك يا باشمهندس؟ قال لي لا، مقالي مختلف، بطولة آه جماهيرية، أو جماهيرية أه بطولة لا. مؤكد. يعني هو اختزال أي ديربي في العالم محدش بيتعامل معه لأنه بطولة، إنما كل العالم يتعامل مع هذه المباراة أنها مباراة الديربي، خصوصا أنها مباراة هامة جدا. الأهلي والزمالك واحد من أقوى دربيات العالم، مش عايز مناقشة. صحيح. لأن بينتظرها يعني كل الوطن العربي، خلي بالك ان الاهلي والزمالك والدوري المصري هناك من يتابعه في ارجاء العالم كله. دلوقتي اليابان ليك مشجعين فيه، صح؟ صحيح. ولا لا؟ صحيح. طيب هتلاقي في استراليا المهاجرين، هتلاقي في امريكا الجاليات المصريه المتشعبه على اتساع اكثر من 50 ولايه، 51 ولايه او اكثر. احنا بس اللي مش واخدين بالنا من نفسنا شويه. ايوه. فكل كلمة هنا بنقولها أو كل تصرف بيحصل له صدى. لذلك أنا بقول لك الأهلي يتحول عند العالم كله إلى فلسفة حياة. هم ينظرون الأهلي ليس صائد البطولات، ولكن الأهلي يرمز إلى ما هو أهم بكثير. تجد الاحترام رايح في سكك تانية، زي ما هنشوف دلوقتي في 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 في, في يعني حاجات جاية. الناس تتحدث على الأهلي باحترام شديد جدا لما يمثله، أنه دائما القيمة تسبق النتائج، المادة يسبق النتائج، الأخلاق تسبق، الحرص على الأخلاق تسبق البطولات. فربنا بيكافئك بالحسنيين. تبص تلاقي نفسك خدت قرار صعب الناس يخاف منه، يحقق لك البطولة. هذا القرار هو يفرز بطولة. إذن يعني عندما أتحدث عن الأهلي فأنا أعيش الأهلي من وقع هذه الفلسفة. وتبقى مباراة القمة لها هذا الطبع الجماهير المهم، لها هذا الاهتمام الكبير جدا في الشارع، لكن الأهلي دايما وأبدا يلعب كل مبارياته على أن هي مباراة في سياق بطولة يبحث عن التتويج بيها. ما هو البطولات هي اللي عارف أنت يعني أنت جزء من فلسفة الحياة
أن تكون الأول. أيوه. فبتتربى أجيالك على هذا الهدف وهذه الفلسفة. فمش باصص إن أنت تنجح في مادة لوحدها، لا أنت عايز تنجح في الكل وتطلع الأول. أنت عايز تكون في المقدمة. وبعدين عايز تكون في المقدمة في إيه بقى كمان؟ إنك أنت تكون رائد في بعض الأمور ما يقدرش عليها غيرك، قرارات ما يقدرش عليها غيرك، تصرفات ما يقدرش عليها غيرك. فبتعملها، فبتبقى نبراس إن الناس تقول إيه؟ حتى المنافس بتاعك كثيرا ما اعترف احنا بقى هنعمل زي الاهلي ما بيعمل. ياما اتقالت على لسان من يهاجمون الاهلي اليوم. احنا هنعمل زي الاهلي ما بيعمل. فهو الاهلي مش بيخترع الذره، ولكن الاهلي يتمسك بثوابت العلم التي يخترع بها الذره. جميل. عشان كده تظل هذه المباراة من وجهة نظر النادي الأهلي ليها كل هذا الاهتمام الجماهيري الكبير، لهذه الأهمية القصوى العالية جدا بحجم شعبيتها وأهميتها، لكنها مباراة في إطار مسابقة كبيرة جدا يسعى الأهلي دائما وأبدا فيها إلى الفوز للوصول للهدف الأكبر وهو التتويج بالبطولة، شأن كل بطولات ملك البطولات. هذا كان أبرز ما في مقالي وما قالوا، لكن في كلام كتير جدا وأخبار كتيرة جدا حطيناها لكم النهاردة في الغربال. الأهلي وحروب الجيل السالك، طبعا بتسمعوا الفترات الطويلة جدا حروب الجيل الثالث والجيل الرابع وكل الحروب الجديدة بأنماطها وبشكلها وبتقنياتها المختلفة وبأهدافها الخبيثة جدا، لكن هذا الجيل السالك في الأداء الإعلامي الحقيقة سالك نحو مصلحته يا باشمهندس. تبص تلاقوا الأهلي عنده مباراة مهمة، عنده ارتباط مهم زي بطولة أفريقيا أو القمة، اتفرجوا بقى على كل المواقع، شوفوا كل البرامج أو معظمها، شوفوا حجم الشائعات الخبيثة اللي بيحاولوا يحقنوا بيها الناس والجماهير ضد الأهلي. هات لي أي برنامج واتفرجوا، هنشوف بعض الحاجات. بص يا استاذ ابراهيم، ما يحدث من حديث عن ان نادي بعينه، ودي اول مره اشوف هذه الخروقات على الهوا كده. ولا حد يعني بيستوقفه انه بيعمل كارثه، مش كارثه للنادي، بيعمل كارثه في خرق النظام الدولي. انك تتحدث ان في نادي ابتدى يركز ياخد منك لعيبه متعاقده لمده سنوات، كل الاسماء اللي بيقولها هي لعيبه ما عندهاش شروط جزائيه متعاقده لاكثر من عامين. يجي يتحدث الان في ظل احتقان، يعني الكابتن رمضان صبحي لا عقده انتهى، موجود في هيدرسفيلد، وضعه مختلف. لكن انت تتحدث ان المدرب بتاع، حتى المدرب بتاعك بيفاوضوه، بيدوروا له حتى يعني حاجة. انت بتوجه رساله، عمال تتك على جمهور الاهلي. ما هو الهدف من هذا الامر؟ حاجه من اتنين، يا كلام ده صح يا كلام ده مجرد شائعه. لو مجرد شائعه يبقى احنا تدنينا جدا. تدنينا جدا وتخلينا عن مسؤوليتنا. ولذلك انا بقول لك الاهلي له فلسفه، ما يعني الاهلي فلسفته انك بناء المواطن الصالح، لكن فلسفه هذا الاداء لا، ده الشحن واستثاره ما يدفع الكراهيه ويعمق الكراهيه. طيب لو كلام ده صح، لا لو كلام ده صح بقى خرجنا من التدني الى ما هو الجريمه. جريمه خرق النظام العام ولوائح الاتحاد الدولي وتنظيم كره القدم التي لا ينبغي ان يقف ازاءها من يمثلون الكره المصريه في اتحاد الكره او في لجنه الاتحاد، ان هم ما يقولش الجماعة كارت اصفر للجميع، للجميع. خلي بالكم اللي انتوا بتقولوا ده ممكن تتحاسبوا عليه، ممكن يتحاسبوا عليه، لكن كمان الرأي العام بيحاسب، لأنه بعض الزملاء في بعض البرامج وكثير من المواقع اللي بيتعمدوا بس هذه الأخبار، أو ما عادش هي أخبار، نسج كل هذه الشائعات ضد الأهلي، هذا استقراره. صدقوني ما انتوش بتلعبوا في الضلمة أبدا، صدقوني لو كنتوا فاكرين نفسكم محدش شايفكم تبقوا غلطانين جدا. حجم الكشف اللي الناس بتتكلم فيه وازاي الناس مصالحها سالكه، اللي مع بعض الاطراف معينه واللي مع وكلاء لاعبين واللي مع مصالح ما اعرفش ماشيه ازاي بهدف الايقاع بالاهلي وهز استقراره، والله انتوا ما مختفيين ابدا، الناس شايفاكم كويس جدا
وكشف كل هذه الألعاب، لكن يبقى دايما وابدا الناس قادره تفرز وقادره تحط كل حاجه في الغربال علشان تشوف الغث من السمين. على ذكر الاتحاد الكوره واللي المفروض يطلع بدوره في حمايه التعاقدات وغيره، قبل قليل اعلنت لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم الاتفاق مع طاقم حكام كرواتي لاداره مباراه القمه السبت الساعه 9 مساء الاهلي والزمالك. طاقم الحكام حكم الساحه ايفان بيبك والمساعد الاول جورانيا تاكي والمساعد الثاني ايفيكا مودريتش والحكم الرابع فران بوفيتش وحكم الفيديو جوران جابريلو وحكم الفيديو المساعد توميسلاف بتروفيتش، وكلفت الكابتن جمال صدق الحكم الدولي السابق بمراقبه المباراه والحكام. هذا الطاقم الكرواتي كان ناس كتيره اتكلمت اليومين اللي فاتوا، الحق ده في طاقم حكام روماني، ده متفقين معاه، ده معرفش ايه، وكلام كتير اثير. اللجنه برئاسه الكابتن وجيه احمد استخدمت هذا الطاقم الكرواتي. الحكم الكرواتي سبق ان هو لعب في مصر مباراتين طرفهم الاهلي. واحده كان الاهلي والزمالك 2007 الاهلي 1-0 بهدف ابو تريكه، واحده السنه اللي فاتت الاهلي وبيراميدز اللي فاز فيها بيراميدز بهدف كينو. دي المباراتين اللي حكم فيهم في انا يعني للأهلي. 2007 الدنيا كانت مختلفه خالص. انما خلينا نتكلم في مباراه السنه الماضيه. لان حصل اغتيال لحق النادي الاهلي في هذه المباراه، ضربتي جزاء لم يحتسب للنادي الاهلي. وقتها كان في اعتراض وهمهمه، وعملوا نفس الشيء. ما هو اللي بيخليك ترتاب يا استاذ ابراهيم مش انك انت يتقال لك الموضوع مره واحده، لا. يروح عامل لك حاكم فتبتدي تعترض عليه تعترض عليه تعترض عليه، يروح جايب لك ده. نفس الشيء حصل السنه اللي فاتت، واخد بالك؟ يوجهك انك انت بيرمي لك حاجه تعترض عليها، وبعدين انت بقى ايه؟ قال لك لا لا، مين قال ان احنا هنجيب ده؟ لا احنا هنجيب ده. فانت تلاقي نفسك بتقول ايه؟ او احنا كل يوم والتاني هعترض على حكم. فالقصه تشعرك هو ايه الحيل دي؟ ليه الحيل دي؟ ليه بالونات الاختبار اذا كانت الدنيا رايقه وبسيطه ما يتقالش اسماء خالص؟ لكن تسيب الناس وتتكلم خلي بالكم من الروماني. ده هدف 2007 لما ابو تريكه رقص بعينيه. يعني هو كان ممكن يلغي الجون ده بتهمه يعني النظره وحشه، اساءه النظره وحشه. يعني لكن هو الفكره كلها ان انت يعني مش عارف ان احنا نكرر الامر بنفس الاليه بنفس الاسلوب. على اي حال ربك كريم. ربك كريم. الحكم الكرواتي عنده 43 سنة، حكم دولي بإشارة الفيفا من 2003، ما شاركش في إدارة مباريات في كأس العالم، لكن في القمة الأولية كان في مونديال 2010 في جنوب أفريقيا. السنة دي أدار بعض المباريات في الدوري الأوروبي، أدار أيضا بعض المباراة في دوري أبطال أوروبا، كلوب بروج البلجيكي وكييف دينامو كييف الأوكراني. أدار أربع مباريات في الدوري السعودي، هو أحد حكام الدوري السعودي. أدار أربع مباريات في الدوري السعودي أبرزها مباراة الهلال والفتح، بالإضافة إلى مباراتين في كأس خادم الحرمين. بدل ما ذكرت الدوري السعودي، وجالك من السعودية، ما جالكش من كرواتيا ساعتها ورجع السعودية. يعني جالك من السعودية ورجع من السعودية. فهو يعني حكم قريب من الأحداث، ويعي بالظبط ما يحدث هنا. نتمنى ربنا يعني يوفقه يا سيدي، واحنا مش عايزين غير كل واحد ياخد حقه. بالظبط، كل واحد ياخد حقه. بالظبط. بس نتمنى ان شاء الله انه مستوى تحكيم يرقى ويرتقي لمستوى الحدث ومستوى اهميه المباراه. قلنا لكم انه، وده فكرني الحقيقه بالصديق العزيز مجدي حسن عضو النادي، النهارده وهو بيكلمني ويشتكي من كميه الاشاعات اللي عملته. بس قال لك طب ما عايزين نعمل قائمة الكذابين قوي، كل واحد بيقول كلمة أو خبر نستنى عليه يومين ثلاثة ونشوف إيه اللي حصل. لما كل واحد يطلع يا جماعة يقول أنا عندي معلومة فلان الفلاني هيمشي، المعلومة دي معناها خبر. يعني في النهاية في درجة من الصدقية، في مستوى ما لازم يكون مسؤول، وإلا نبقى بننشر شائعات مش بننشر أخبار. بننشر إشاعات هدفها تكسير فرقه ما، هدفها تحطيم استقرار فريق معين، هدفها ازاي استغل ظرف زي كده، لعيب بيخرج ولعيب بيمشي علشان ابدا
هو أحرض كل الطريق قدام عمل هذا الفريق. عايز أسألك، هو المناخ ده يعني هو ده مناخ رياضي يعني يفرز السعادة في كل الأحوال يعني، سواء كسبت البطولات في ظل هذا المناخ أو أن أنت قعدت تعاني في ظل هذا المناخ؟ مين قال أن الرياضة اتعملت عشان تشد الناس وتعكننها وتخليها تتخانق مع بعض وتخاف من بعض وترتاب من بعض ويبقى كل يوم والتاني حتى لو الحدث بريء إلا أن التفسيرات وممكن تؤول نتيجة الكلام الكتير ده؟ يعني إحنا مش عارفين نستمتع بالرياضة أستاذ إبراهيم صدق، مش عارفين. طيب اديني عقلك انه في نفس اليوم اللي يتم فيه الكلام على انه وليد سليمان خاتم السحر في ايديه، نفس اليوم يطلع جورنان يقول لك وليد سليمان يتمسك بالمشاركه اساسيا في القمه وانه في ازمه، ده جورنان يومي كاتب، وزي ما قلنا لكم هدفنا في الغربال مش عايزين نحرج حد، هنجيب المنشور ومش هنشيل حتى الاسم الجورنان على او اسم الموقع على الاقل كمرحله اولى عشان كل واحد يراجع نفسه وكل واحد بيفتكر ان هو بيكتب في الضلمه يعرف ان الدنيا منوره قوي. والله انا كنت فاكرك هتقول لي وليد سليمان يتمسك باللعب بالخاتم. يعني هي كان لازم تمشي كده. تخيلوا ان وليد سليمان الراجل الكبير المنضبط قوي اللي كل الناس فرحانه بسلوكه ما ينسبش في حاله، فيطلع جورنان بعنوان كبير منشطي يقول لك وليد سليمان عامل ازمه وزعلان وبيشترط انه يلعب في القمه اساسي، علشان لو الظروف الفنيه ادت الى انه يبدا اساسي وهو يستحق انه يبدا اساسي مع المنتخب مش بس مع الاهلي، يقول لك اهو الازمه جابت نتيجه، مع انه كل الناس عارفه سلوك وليد وانضباط وليد والتزامه، لكن وليد سليمان يتمسك بالمشاركه اساسيا في القمه. طيب تقف عند كده؟ لا، تروح لجورنان تاني. الاصابات تضرب الاهلي قبل القمه، محسن يبدي غضبه من الجلوس على الدكه. مروان محسن هو راخر زعلان وعايز يبدا اساسي لمجرد انه قاعد احتياطي مباراه، ممكن الراجل يكون كان بيريحه او هو حر الراجل في اختياراته الفنيه، بس بصوا محاوله الضرب، شوفوا هز استقرار الفريق بيمشي ازاي. طيب نقف عند اللعيبه؟ لا، زلزال فايلر في الاهلي. خدوا بالكم الزلزال والفايرال والمشاكل والازمات مع فريق فارق 20 نقطه في الصداره، فارق 20 نقطه في الصداره، يعني مفيش خبر مش بيتعادل، مفيش خبر واحد ايجابي بالصدفه كده ورا وبعضيهم. زلزال فايلر في الاهلي. مش هنقف عند اللعيبه، رينيا استعد للرحيل بعد دوري الابطال. اتفضلوا. ويتقال ان في تقارير سويسريه بتقول ان فايلر يمكنه الرحيل عن الاهلي في سبتمبر وبيراميدز يترقب. وكل ما شويه تقرا بقى بيراميدز عايز ياخد حمدي فتحي، وبيراميدز بيفتش في عقود شريف محمد شريف، وبيراميدز عايز ياخد معرفش مين، وبيراميدز بيراجع عقود مين، كل فرقه الاهلي هياخدها بيراميدز لمجرد ان انت تصدر ازمات، لمجرد ان انت تهز المساله، وصلت لغايه ان انت تاخد فايلر. لسه بيراميدز ما فوضش جمهور الاهلي لغايه دلوقتي، ما حدش سمع عن مفاوضات لبيراميدز مع جمهور الاهلي، مع ان اتقال قبل كده اتخلى عن مبادئك وشجع بيراميدز. دلوقتي بيراميدز كمان هياخد فايلر، متخيلين ده؟ فيرد النادي الاهلي كشفا لهذه الاخبار الغريبه اللي في الغربال، الاهلي بيؤكد عدم وجود شروط جزائيه في عقود لاعبين. يبقى كل واحد يكتب خبر او كل زميل يطلع يعلن خبر يبنيه على حقيقه، وهي انه العقود اللي انتم بتتكلموا عليها لكل لعيبه النادي الاهلي مفيش لاعب في النادي الاهلي عقده فيه شرط جزائي، يعني يقدر يدفعه ويمشي، محدش هينتقل الا عن طريق النادي الاهلي وفقا لسريان العقود اللي موجوده. على ذكر بقى يا باشمهندس الموقف من هذه الضجة الكبيرة، نقيب الصحفيين السابق نفسه الأستاذ جلال عارف الكاتب الصحفي الكبير كتب في الأخبار البيزنس وكرة القدم في حكاية الكابتن رمضان، وقال الأستاذ جلال عارف لا أعتقد أن حكاية انتقال لاعب الكرة رمضان صبحي من نادي لآخر تستحق في حد ذاتها هذا الضجيج المبالغ فيه، فالنادي الأهلي لا يمكن أن يتوقف مستقبل الكرة فيه على لاعب حتى لو كان من اللاعبين لن يصنع المعجزات مميزا، ورمضان صبحي او غيره وحده في لعبه جماعيه يحتاج التفوق فيها في عناصر عديده فنيه واداريه وجماهيريه لا تكتمل الا لعدد محدود من الانديه عندنا وعند غيرنا.
لكن حكايه انتقال رمضان صبحي من نادي الاخر تطرح قضيه اهم، وهي قضيه العلاقه بين كره القدم كاستثمار وبزنس. وبيتكلم كتير الاستاذ جلال عارف عن فكره بزنس كره القدم وعلى ضوابط الصرف المالي اللي هنجي لها بعدين، لكن يشير الى انه الامر يحتاج الى الكثير من الشفافيه وضمانه هذه المنافسه الجاده. ده مقال الاستاذ جلال عارف، وهنجي له لاحقا بعد شويه في الحديث عن بزنس كرة القدم وعن حتمية الاعتماد على اللعب المالي النظيف. لكن صديقك الأستاذ حسن المستكاوي يا باشمهندس في مقاله، وهو بيتابع أن كل الناس كل يوم مجرد ما يعلن عن بعض الحالات في كورونا في الدوري يكون الضغط باستمرار على ضرورة إلغاء الدوري، وفي ناس كده تطلع في الراديو. أنا عايز أقول لكم أعضاء سابقين في اتحاد الكورة كان اشتراط الاساسي لهم مع الجمعيه العموميه مع الانديه اللي هتتشال من الجمعيه العموميه في حال هيكله المسابقات لازم الدوري يتلغي، لغايه امبارح طالعين بنفس الضغط وبنفس المحاوله رغم ان الامور ماشيه، لكن الحق ده في كذا، وبعدين تتكلم على انه اصله الاجنده اللي مش هتكتمل، اصله مش هنلحق. يا اخي انت مش هتلحق ها؟ وهتاثر على الدوري القادم. طب ومين قال لك ان الدوري القادم لو لغيت ده انه هيكمل؟ اه نمرة اتنين، هو الاسهل ان انت قربت توصل اسكندريه، وصلت عديت خلاص يعني كفر الزيات وتقوم تقول له ارجع من اول السطر عشان نبتدي على منطق. المنطق الثالث الاهم بقى، هل مصلحه الانديه المصريه المشاركه في البطولات الافريقيه والعربيه الغاء الدوري؟ بالتاكيد لا، ده احنا يعني يا دوبك الكام ماتش بتوع الدوري اللي هيسبقوا اللقاءات الافريقيه والعربيه، يا دوبك هتخليك واقف على رجلك. يجهزوا الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمنتخب. اديك شفت مفيش يعني انت الاهلي بيلعب الانتاج المستوى والنتيجه عامله ازاي، الزمالك يلعب اف سي مصر المستوى والنتيجه عامله ازاي. يعني مش من مصلحه نقعد نرغي كتير في الموضوع ده. احنا يعني حتى لو خدنا الدوري كاستعداد للبطولات الافريقيه اللي هي اصبحت اهم بكتير عندنا، لازم ناخدها من المنظور ده. هل انت معقوله هتروح تلعب انديه المغرب اللي هي عندها انتظام وبتلعب وبتحتاج طب اقول لك حاجه، الوداد عنده عدد كبير على فكره واجلوا له، قال لك الغي؟ لا ما قالش الغي. يعني هو 11 لاعب كانوا 8 امبارح، زادوا زادوا 11 لاعب، هيخفوا كمان اسبوع انتهى بالظبط. الله، يعني ده ايه ده هيخف ويتحصن لان هيبقى عنده المناعه جواه. في كل الاحوال يعني بلاش رهان باستمرار ان انت عشان تخرج من ازمتك انك تطربق الدنيا. اصبح دي فلسفه وسعي البعض للاسف الشديد، بس مش مفروض ان الاعلام يعني يمشي ورا الاتجاه ده. عشان كده الاستاذ حسن المستكاوي بيقول خطر يهدد الدوري، وده نتمنى ان الناس تاخد بالها منه بقى. بيقول الاستاذ حسن المستكاوي اعلم جيدا ان بعض الانديه ترى ان الغاء الدوري سيكون انتصارا لها ولموقفها من استئناف المسابقه ولموقفها في المسابقه، يعني كانت ضد عوده المسابقه وموقفها في المسابقه متازم دون ادنى اهتمام بمصلحه اللعبه والصناعه، ما عندهاش اي اهتمام بالمصلحه العامه، فقد وقع حادث اغتيال لفكره الصالح العام من سنوات طويله، وانتشرت ظاهره المتاجره بالجماهير والمزايده بهم والتهديد بهم باشكال مختلفه، بقدر ما انتشرت ظاهره التحايل والادعاء بالحقوق العامه وهي في الاصل حقوق خاصه. بص المقاله دي بالذات يمكن كنت انا وحضرتك لينا ملاحظات قبل كده في بعض الامور، لكن هذه مقاله في كل كلمه كتبها انا اؤيده واثمن التلخيص المعبر جدا عن الازمه اللي بتعيشها كره القدم المصريه. سيبك من الدوري، سيبك من الكلام، لان لا احد يعبأ بالصالح العام، والمتاجره بالجماهير والمتاجره اصبحت ظاهره في منتهى الخطوره. ظاهرة في منتهى الخطورة، نتمنى أن الكل يعي هذا الموقف جيدا. آخر ما لدينا في الغربال خطاب جديد من النادي الأهلي إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه الأهلي مجددا الموافقة على دفع النادي قيمة العقد الكامل للاعب مؤمن زكريا. مؤمن زكريا يا جماعة أنتوا عارفين أنه
أصيب بمرض نتمنى يا رب إن شاء الله تعالى ربنا يشفيه ويعافيه منه، بيخضع للعلاج، سافر لألمانيا وبعد كده سافر لأمريكا. النادي الأهلي ما قصرش جدا في مراحل العلاج، يمكن في مرحلة برضو استعان هو بالمستشار تركي آل الشيخ، محدش مقصر مع مؤمن زكريا، والنادي الأهلي تحمل كل ما طلب منه. بس النادي الأهلي عشان يصرف العقد الكامل لمؤمن زكريا، اللاعب مش مقيد في النادي، اللاعب حتى الآن مش في السجل العقد اللي كان عامله مع النادي الأهلي قبل إعارته للدوري السعودي ما تفعلش، لكن علشان يصرف هذه القيمة بهذا العقد غير المسجل في النادي وغير المقيد في القائمة، لازم يغطيه قانونيا بموافقة الجهة الإدارية. الأهلي مستعد جدا يتحمل قيمة العقد عن كل السنين، العقد مدة 3 سنين، مجلس الإدارة وافق أن يصرفها بالكامل لمؤمن عن 3 سنين، بس عشان يصرف ده لازم ياخد موافقة الجهة الإدارية نظرا لأن اللاعب غير مقيد. أتمنى أستاذ إبراهيم أن احنا فعلا كل الجهات المعنية اللي ليها علاقة بالموافقات بسرعة تدي هذه الموافقات. هذا لاعب والله العظيم عبقري، لاعب مهم جدا جدا جدا، يعني بالإضافة إلى الخسارة الفنية التي لحقت بالنادي الأهلي والخسارة الشخصية اللي لحقت باللاعب، يستحق المساندة، يستحق الدعاء. ندعي كلنا لهذا اللاعب الذي أمتعنا كثيرا وأسعدنا كثيرا بالشفاء. النادي الأهلي حسنا فعل أنه يفكر يقطع العرق ويسيح دمه ويديله قيمة العقد كله مرة واحدة بدل ما على دفعات. نتمنى من السيد الوزير معالي الوزير أشرف صبحي أن يشوف حل سريع في هذا الأمر مع كل الجهات المعنية عشان يعني أبسط دعم لهذا الرجل، فعلا يستحق أن احنا نقف جنبه كلنا. مؤكد مؤمن يستحق، وإن شاء الله تعالى الوزارة تجد حل لأن هي الأخرى محتاجة رأي قانوني في هذه المسألة، لكن الأهلي مش متأخر وألف سلامة يا مؤمن. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس كتيرة قوي هتتمسك من عظمة لسانها. رجعنا لكم، ولكن الحقيقة أستاذ إبراهيم في خبرين مهمين جدا. امبارح فريق 20 سنة لكرة السلة فاز ببطولة الجمهورية بعد الفوز على الجزيرة، ده خبر مهم جدا. صحيح. لأن ده يعني مؤشر مؤشر لمستقبل كرة السلة. ألف مبروك في الأندية، فبنبارك لهم ونقول لهم إلى مزيد من الانتصارات يا رب عقبال الفريق الأول. الخبر الثاني محمود متولي. محمود متولي قلب دفاع الأهلي اللي كان أصيب بقطع جزئي في الرباط الصليبي، النهاردة أجريت له جراحة ناجحة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز، واحد من أساتذة جراحة العظام العالميين. كان دايما وأبدا كل ما لعيبة مصريين تروح تعمل جراحة في ألمانيا يتقال لهم ما أنتوا عندكم البروفيسور أحمد عبد العزيز. الحقيقة محمود متولي، أنا سألت الكابتن سيد عبد العزيز ليه، قال لي محمود متولي أصر. رقم واحد لأنه التشخيص الطبي إن ضرورة سرعة إجراء الجراحة كان ممكن تدخل في مشاكل يبقى فيها رشح في الركبة أو غيره يعمل بعض المشاكل، فكانت السرعة مطلوبة. رقم اتنين إنه متولي وهو في الإسماعيلي عمل رباط صليبي في الركبة الثانية، عملها له الدكتور أحمد عبد العزيز، فكان مبسوط من الجراحة ومن سرعة العودة، فتم الاستقرار على إنه الدكتور أحمد عبد العزيز يعمل العملية. دخل متولي وعمل هذه الجراحة، ألف ألف سلام عليه، أجريت بنجاح الحياة. وحرص كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة والكابتن سيد عبد الحفيظ وكل اللعيبه على زياره يعني محمود متولي علشان يقولوا له ألف سلامة عليك يا بطل. كابتن الخطيب وفتحي وكل اللعيبه الحقيقه كلهم، والكابتن سيد اهو، كلهم مع محمود متولي في المستشفى يعني بيتمنوا له الشفاء وبيباركوا له على إجراء هذه العملية سريعا، وإن شاء الله ده يسهم في سرعة عودته للملاعب بإذن الله. إن شاء الله ربنا يحمي كل لعيبة مصر يا رب ومن الإصابات. أكتر شيء مؤلم إن لاعب يصاب إصابة طويلة. إن شاء الله كل خير بإذن الله. طيب بعظمة لسانه. سبحان الله، ما هو ده اللي قلناه. بقول للمهندس عادلي شفت اللي حصل إيه؟ مين قال إيه؟ قال الله. طب ما سبحان الله، ما هو ده اللي قلناه. فالإفيه بتاعه هو مش بتاعي أنا. لكن فعلا
حاجه غريبه جدا. الاسبوع اللي فات لما اتكلمنا على اللي قاله الكابتن اسامه خليل نجم النادي الاسماعيلي السابق بخصوص النادي الاهلي وبخصوص مبارياته ضد النادي الاهلي وبخصوص الكابتن حسن حمدي فنيا على وجه التحديد، ردينا بشكل محدد جدا وبشكل موثق بالمباريات. طلع كابتن اسامه قال كلام كتير هنقف عند بعض منه، لكن كابتن اسامه قال مع الزميله مي حلمي انا مش عايز اتكلم في احصاءات، انا مش بتاع احصاءات. لو نسمعه. انا ايه شغلتي هنا؟ لاعب كره قدم سابق وراجل مهتم بالشؤون الرياضيه. هنا بوصل لمرحله ان انا ببتدي اتكلم من خبراتي، فلما اتكلم مش هطلع اتكلم في برامج عشان اقول فلان ده تمن ومش عارف كام والتاني مش عارف كام جاب الجون ازاي وبتاع. انا تعديت في المرحله دي، انت ما اتكلمش انا في الكلام ده، اسيبه بقى ايه للناس اللي هي لسه بتعمل احصائيات والكلام ده. انت ما اتكلمش انا في الكلام ده، اسيبه بقى ايه للناس اللي هي لسه بتعمل احصائيات انت ما اتكلمش انا في الكلام ده، اسيبه بقى ايه للناس اللي هي لسه بتعمل احصائيات الناس اللي بتعمل احصائيات ديت لسه بتعمل احصائيات كانها اهانه يعني. الناس بتتكلم بمنطق وباحترام وبحقائق. الناس ما بتقبلش حد يكذب على الناس، الناس ما بتقبلش انه في ناس تزور التاريخ وتزيف وعي الجماهير. لكن يا كابتن انت مش بتاع احصائيات، طب حضرتك بتاع ايه؟ قلت ايه؟ انا راجل بتاع استاتستيك احصائيات. انا راجل بتاع استاتستيك احصائيات، ولغه الارقام هي اللي بتحكم الاسلوب اللي انا ممكن اطلع فيه فكري. يعني انت بتاع احصائيات ولا مش بتاع احصائيات؟ بصراحه يعني احنا غلطانين، احنا الناس الوحشين بتوع الاحصائيات والوثائق. طب يا كابتن انت بتاع ايه؟ لا انا مش بتاع احصائيات، بس انا بتاع احصائيات. ما علينا، لأن الأرقام لا تحتمل التكذيب يعني. وهو ده اللي احنا عايزين نقوله، ما هو ده اللي بنقوله. هو الخلاف ليه ما يكونش موضوعي؟ يعني الخلاف موضوع ان احنا نقول حاجة لا والله انت فهمت غلط او ده مش اصل الموضوع. بس الموضوع ببساطة شديدة جدا، لان في الاخر انا هقول لك حاجة كده، لان انا اعرف الكابتن أسامة خليل من زمان جدا 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 على المستوى الشخصي يعني. بالمناسبة هو أسامة خليل كلاعب انا واحد من الناس اللي كنت معجب بيه بأدائه، عنده كان رشاقة وسرعة وكورة، يعني واحد من النجوم اللي كان يتشافوا كويس. لكن احنا بنتكلم على الكلام اللي انتوا بتسمعوه دلوقتي اللي بيمس حقائق وبيمس تاريخ. يعني هو احنا لما ردينا على الكابتن أسامة ردينا في الجزئية بتاعت الكابتن حسن حمدي، لأنه ليس من اللائق انك تتكلم على زملاء عصروك بهذا الأسلوب حتى لو ده رأيك. يعني ما ينفعش يطلع واحد يتكلم عليك بهذه الطريقه. وبعدين دائما في حرص من الاستاذ اسامه انه يظهر لك ان في اعتداء على لعيب الاسماعيلي وتغيير معاني الولاء والانتماء، مع ان ده حق. هو راح احترف، ساب الاسماعيلي وراح احترف في امريكا. وحتى لما رجع استاذ ابراهيم رجع على فين؟ رجع على الاسماعيلي، على المصري. ليه؟ الحاج سيد متولي. ليه؟ عرض مادي افضل. ايه الموضوع بقى يا عم؟ ليه هنقعد كلنا نعمل على بعض ان احنا يعني الموضوع لو خدناه كلنا في سياقه وبسطناه مش هنبقى الخلاف شخصي. انا اعرف الكابتن اسامه من زمان، من السبعينات. عاصرته حتى قبل ما يتجوز. لان كنت اعرف اهل المحترمه جدا، زوجته الاولانيه. وهو راجل كان بالنسبه لي شخص جميل جدا ولاعب ممتاز جدا وعنده طرق. وكان ما كانش يعني في عدوانيه كده تشعر ما بيتكلم حتى على الكابتن فاروق جعفر بيتكلم. ما اعرفش انت جايب حاجات من دي ولا لا، لكن عايزه الكابتن اسامه اللي انا فاكره. كابتن اسامه كان حاجه حلوه ولاعب كان مميز جدا، كان ستايل كده وزي الفرس يجري، سرعه ومهاره وكل حاجه. لكن راح احترف في امريكا، وبعدين ما رجع من امريكا شاف ان مصلحته يروح النادي المصري. ما نقعدش بقى يعني ناخد الامور في سياق علشان الجماهير مش ناقصه احتقان والله. طيب للتاريخ وللحقائق،
كابتن أسامة قال حاجة محتاجة التعقيب. أنا كابتن منتخب مصر طبعا، كابتن نادي الإسماعيلي طبعا، أول لاعب احترف احتراف طبعاً كامل مظبوط، مش احتراف عن طريق المعايشة مظبوط. ممكن تقولي عليا إيه؟ عميد اللاعبين المصريين المحترفين، لأن ده تاريخ، ده تاريخ، ده فعلا تاريخ. وعشان نحترم التاريخ وعشان نرد غيبة ناس عمل التاريخ زي كابتن أسامة، سبقوه بمراحل بل بسنوات ضوئية. كابتن أسامة لما يقول أنا عميد لاعبي مصر اللي احترفوا في الخارج، أنا أول لاعب مصري احترف احتراف حقيقي في الخارج، نقول له لا، التاريخ اللي حضرتك بتتكلم عليه بيقول لك لا، أنت ما بتقولش الحقيقة خالص. واحتراما للتاريخ واحتراما للناس اللي ادت والناس اللي سجلت اسمائهم، هم بالتاكيد مش حتى ابناء النادي الاهلي، فيهم لعب في الاهلي وما لعبش في الاهلي، لكن احتراما للتاريخ وللاجيال والقيمه تاريخ الكره المصريه، يمكن زميلنا العزيز الناقد الرياضي النابه عمر البنوبي عمل كتاب مؤخرا عن المصريين اللي احترفوا في الخارج، كتاب وثائقي رائع. كان من ضمن محتوى هذا الكتاب مين اول لاعب مصري يا كابتن أسامة لعب في الخارج واحترف احتراف خارجي، ومش في الدوري الأمريكي بقى، في الدوري الإنجليزي، مين اللي تسجل اسمه كأول لاعب مصري يسجل هدف في الدوري الإنجليزي ويذكر في سجلات أوروبا كلها؟ ده كان حسين حجازي. كان إمتى يا كابتن أسامة؟ كابتن أسامة سافر مطلع الثمانينات، 80 تقريبا، حسين حجازي قبل ما كابتن أسامة يتولد بسنين كتيرة جداً، بل سنة 1911. دي صورة حسين حجازي وهو مع فريق ستوكبورت كاونتي في الدوري الإنجليزي، سجل هدف ذكر باسمه في سجلات الدوري الإنجليزي يقدر يرجع لها الكابتن أسامة وأي حد، سجله يوم 11 نوفمبر 1911، لما لعب مع فولهام ضد ستوكبورت كاونتي. تسجل اسم حسين حجازي أول لاعب مصري احترف بره 1911، مش تقول لي عميد ولوا والكلام ده كله. توفيق عبد الله احترف كمان حتى في أمريكا اللي الكابتن أسامة احترف فيها، بس احترف قبل الكابتن أسامة ما يروح أمريكا بستين سنة. شوفوا بقى العميد ياخد رتبة إيه. بعد ما اتألق توفيق عبد الله في أولمبياد أنتويرب في بلجيكا 1920، لعب لديربي كاونتي الإنجليزي، لعب لأكثر من نادي إنجليزي، ثم سافر لأكثر من نادي في الولايات المتحدة الأمريكية، ومسجل اسم توفيق عبد الله في سجلات الدوري الإنجليزي. طيب مش بس كده، مصطفى كامل منصور حارس مرمى النادي الأهلي، واللي كان حارس مرمى منتخب مصر في أولمبياد 34 في إيطاليا، تاني سنة على طول بعد كأس العالم، عم الأستاذ ياسين منصور، عم الأستاذ ياسين منصور. احنا بننشر لكم وثائق وصور حية الحقيقة. مصطفى كامل منصور رحل عام 35، راح كوينز بارك رينجرز الاسكتلندي، لعب له مش سنه ولا سنتين، ثلاث مواسم. انور جميعي واسماعيل رأفت بعد كاس العالم في 34 احترفوا في الدوري الفرنسي ومسجله اسمائهم في الدوري الفرنسي. يوسف راضي ده مصري عاش في سويسرا، مواليد 13 اغسطس 61، لعب في الدوري السويسري واحترف في الدوري السويسري ومثل أكثر من نادي في الدوري السويسري. وإن نسينا فلا يمكن أن ننسى في هذه المسيرة الكابتن صالح سليم. كابتن صالح سليم لما انتقل عام 63 إلى جراتس النمساوي بعد ما خدوا فريدز النمساوي، كان مدرب للنادي الأهلي، فريق جراتس النمساوي نتائج مهتزة، كان معرض للهبوط، أخذ الكابتن صالح لعب في الدوري النمساوي. النقطة دي إيه بقى؟ آه، لان على فكره الكابتن لطيف كمان اعتذر، وكابتن لطيف احترف، وكابتن الجندي احترف سنه. آه، لكن اللي انا عايز اقوله كل اللي فاتوا ممكن يقول لك انا الجيل المعاصر. طب انت عاصرت الكابتن صالح سليم، لحقتوا بعض او جيت بعديه على طول، ف برضه في الجيل ده لا، كابتن صالح سليم يعني سبق بهذه الخطوه، وهي ما فيهاش الحقيقه ما فيهاش ميزه كبيره. ايوه، انت في اخترت في التوقيت ده، ها، في وقت ما كانش فيه لعيبه كتير جدا عندها هذا التوجه، لكن انت رحت وكنت لعيب كويس ولفت الانتباه، ومحدش يقدر يسلب منك هذا.
يعني هي مش عايزين نقعد ان احنا يعني نختلف على حاجات ملهاش لازمة. الكابتن أسامة احترف عند بدء اهتمام أمريكا بكرة القدم وانها بتاخد لعيبة أجانب علشان، وكان الكابتن فاروق جعفر راح فترة بس رجع على طول، يعني ما زمالك استردوا بسرعة يعني. إذن يعني انت فعلا من ابناء جيلك، انت من الاوائل اللي احترفت طبعا. صحيح طبعا، لكن لما اقول انا العميد وانا اول واحد وده تاريخ، فاحتراما للتاريخ واحتراما لتاريخ كل هؤلاء، وانتم شفتوا معظمهم في انديه مختلفه، كان لازم نذكر هذه الحقيقه التاريخيه للاجيال وللتاريخ ولمن سبقه. كابتن اسامه كمان احنا علقنا على راي موثق بخصوص الكابتن حسن حمدي ولقاءات الاهلي والاسماعيلي، علق فهنعلق. انا نفسي يبقى في ديبيت، يعني ايه يبقى في مناظره. لما انا بتكلم على النادي الاهلي او على نادي الزمالك، انا ما عنديش اي مانع اجيب الناس اللي هي بتاعه النادي الاهلي دي، اللي هم بيقعدوا ينظروا في قنوات النادي الاهلي سواء كان عادل القيعي ولا ابراهيم المنيسي، وتعالى ناقشني، تعالى ناقشني. لكن انت ما تحكمش على وجهه نظر واحده قدام الجماهير ولا تستمع الى وجهات النظر الاخرى. ليه لما اجي النهارده واتكلم على تمام نقطه في غايه الاهميه، ان الكره المصريه بايظه تمام وكلنا متفقين على هذا الكلام. طب لما اسامه خليل بيقول الكلام ده ليه ما بيعجبش بعض الناس في النادي الاهلي؟ ليه بقى؟ انا بقول ان الاهلي هو احسن الفرق المصريه استفاده من الفوضى اللي موجوده فيها الكره المصريه، لان هم بيعرفوا يوظفوا الفوضى لمصلحتهم. الاهلي بيستفيد بميزه للاسف الشديد مش موجوده في باقي الانديه، وهو التسلط الاعلامي تمام. يعني في اللحظة عايز أقول يس لما قال نعمل ديبيت ومناظرة، لأن هو ده هدفنا بالظبط، إنك تناقشني وتقارعني الحجة بالحجة. ولكن إنك أنت تقول إن النادي إن الدوري المصري يعاني وهزيل، لا الدوري المصري مش هزيل، الكرة المصرية مش هزيلة، فيها بعض عدم يعني النظام، ايوه عايزين نلحق نحط حاجات كتير من ضمنها رابطه انديه المحترفين، من ضمنها يعني ترسيخ السلامه الماليه، كل دي حاجات هتاخدنا لقدام اكتر. لكن لا، مين قال ان احنا اكتر يعني مصر دي من اكتر الناس اللي كسبت البطولات الافريقيه، انديتها اهلي وزمالك هم المتصدرين القرن الماضي، الاهلي متصدر القرن ده. بعدين يقول لك ايه الكراهيه دي؟ ليه يا استاذ اسامه، ليه يا كابتن اسامه هذا الكلام؟ الاهلي اكثر مستفيدين من هذه الفوضى عشان الاعلام. هو انت احنا اتكلمنا، احنا بنرد عليك، انت ما كنتش بتتكلم على فكره على الكره المصريه، انت بالسؤال اللي احنا ردينا عليك فيه بتقول لك مين السيرد باك اللي انت تعمل حسابه بلا مناسبه، بعد ما ذكرت شخص محترم جدا كلنا موافقينك على انك لازم تعمل حسابه، اتكلمت واللي ما بعملش حسابه فلان الفلاني، ده اللي كلمناك فيه، ما كانش يليق انك تخش تتكلم عليه في واحد انت ما كسبتوش ابدا، ما حطيتش معاه في وانت بتلعب، حطيتش فيه جون وانت بتلعب ولا عارف ليه؟ ما هو ده اللي زعل. كابتن اسامه قال لك الناس اللي بتنظر تيجي ترد عليا، والله احنا بنرد عليك وبنرد عليك بالرقم، ولو عندك حقيقه غير اللي احنا بنقولها على فكره لا متخانقين معاك ولا عايزين نخش في خلاف معاك، لينا كل الاستعداد ان احنا نستقبل وجهه نظرك لو عندك حقيقه غير اللي انا بقولها، انك في وجودك وجود الكابتن حسن حمدي الاهلي والاسماعيلي لعبوا 7 ماتشات، انت قلت ان انا كنت ببقى مبسوط دايما لما بيلعب الكابتن حسن حمدي لانه ضعيف فنيا وكنت بستغله واسجل اجوان مثلا، لو قال انك كسرت على جوه انت قلت كده ودخلت عليه وسبقته، احنا قلنا لك ايه؟ قلنا لك ده كذب يا كابتن، الكلام ده كذب مش حقيقه خالص،
لانه الاهلي لعب مع الاسماعيلي في وجودك ووجود الكابتن حسن سبع مباريات. الاهلي فاز في خمسه الاسماعيلي وتعدوا مره، والاسماعيلي كسب مره، والمره دي اللي جابوا الجون امين دابو، اللي دابو المباراه الشهيره كان 1-0. مش انت اللي جبت الجون ولا انت سجلت عمرك هدف في النادي الاهلي والكابتن حسن موجود. الكابتن حسن اعتزل اكتوبر 77، انت جبت هدف في النادي الاهلي في مرمى الكابتن ثابت البطل عليه رحمه الله، وده كان في فبراير 78. يعني لما سجلت هدف في النادي الاهلي سجلته بعد الكابتن حسن ما اعتزل وساب الكوره. دي الحقيقه التاريخيه اللي احنا بنرد عليك فيها. زي ما انت بتقول انا اول لاعب احترف، وقلنا لك لا، والناس دي العظماء كانوا فين؟ ده لعبوا في الدوري الانجليزي من قبل ما كل الناس دي تتولد، سنه 11 وسنه 20، وكابتن صالح في كابتن صالح في 63. يعني الكلام ما يزعلش، احنا بنقول لك حقيقه، الحقيقه التاريخيه اللي ما ينفعش لا تكذب عليها ولا تنمق الكلام، ولا احنا بننظر، واحنا بنحاول نحفظ قيمه التاريخ. كابتن اسامه كمان غير ان الاهلي يستفيد من الفوضى، طب ما تنظم وخلي الاهلي ما يستفيدش من الفوضى. ما الاهلي بيدفع ثمن كل الفوضى اللي حاصله. ما انت نفسك بتتكلم وهتتكلم دلوقتي على المشاكل اللي موجوده اللي الاهلي مدار منها، هل الاهلي مستفيد ولا لا؟ نسمعك. هنا بقى هاجي لك بقى للذمه الماليه. اوكي. تمام؟ في مرحله من المراحل تمام؟ ما كانش في فلوس في الانديه. تمام؟ وكان في حاجه اسمها وكاله الاهرام للاعلام، ولا مش عارف للاعلان، حاجه زي كده. تمام؟ الاهلي عاجبه فلان من النادي الاسماعيلي او نادي وات ايفر. تمام؟ والله وده بقى شغل عدل القيعي للاسف الشديد، اللي هو يعني اساء لما يحدث بين الانديه في مساله ازاي يستقطب لاعب في اوقات القانون واللائحة لا تسمح لي بالاتصال بأي لاعب قبل انتهاء تعاقده بست شهور. يضرب بعرض الحائط كل ده بطريقة أو بأخرى. اللاعب بعد ما كان ماشي كويس مع ناديه يبدأ مستواه يتذبذب، لأن الفلوس بدأت إيه تشتغل. هنعمل لك عقد إعلاني في وكالة الأهرام، ومش عارف التاني يقول له مش عارف إيه، وهندي لك فلوس إيه. انهارت الفرق الجماهيرية الشعبية. إيه اللي استفاده النادي الأهلي؟ أخذ بطولات كلها بطولات محلية. إيه اللي استفاده النادي الأهلي؟ إنه موت الأندية التانية؟ طب ما موتها، ما عادش فيه مستوى لكرة القدم المصرية. أنا كجمهور لو أنا قاعدة مكان الجمهور هقول دي حجة. يعني اللاعب لو مش عاوز يمشي مش هيمشي. وبتشوف أمثلة كتير لعيبة بتمشي بمزاجها يا كابتن. واحد لما يجي يقول له والله بياخد في ناديه مثلا كمثال يعني بياخد 100,000، واحد يجي يقول له أنا هدي لك 2 مليون. خلاص كلمني على بيراميدز بقى يا كابتن، بتتكلم عن النادي الأهلي، كلمني على بيراميدز. الله، ما انا جاي لك لبيراميدز، هو انا هسيب الموضوع كده؟ ما انا اخده ما هو داين تو داين. اما وانك ذكرتني بالاسم، وان كنت اتمنى يعني، لانك انت كراجل كده بتحب تبان مهذب قوي وراقي قوي، الطريقه اللي اتكلمت بيها الحقيقه ما فيهاش لا رقي ولا الكلام اللي انت حبيت تصدره للناس، انما انت ما اديتش مثل واحد، لانك الحقيقه ستفشل. واحنا قلنا هذا الكلام هو اسهل كلام يا استاذ ابراهيم. انت نفسك ما رجعتش على الاسماعيلي ليه؟ رد على دي بس. كل الناس اللي احنا جبناها يا اما اتصال مباشر في اللعيبه المتعاقده مع انديتها، وكنا حريصين ندي الاسماعيلي اكبر رقم ونديله لعيبه اكتر من مره. يعني محمد عبد الله لما رحنا كان باقي فيه كام شهر، الاسماعيلي طلب 1,000,000 جنيه خده، وخد محمود شيكو سيرد باك في مكانه. خلاص؟ لما الكابتن شريف عبد الفضيل جه النادي الاهلي خد 7,000,000 جنيه وخد احمد صديق، واحمد صديق باك لعب جميع مباريات الاسماعيلي. يعني اذا خد لعيب هو محتاجه. فكان المسألة كلها مش وين وين، لا أكتر من وين وين شوية في اتجاه الإسماعيلي في الاتصالات المباشرة. الباقي كلهم جبناهم من بره. يعني يا أستاذ أسامة، لما تكون في أمريكا
وترجع ما ترجعش على ناديك وترجع على المصري. هو المصري خطفك من الاسماعيلي؟ من الاسماعيلي جاي له من امريكا، ولا حلال عليك حرام على الناس الثانيه؟ انا ما كنتش اتمنى ان انا المساله تخش في شخصنا، لان انا لاحظت بقى وده اللي انا بقول الشخص المهذب جدا بقى عنيف جدا مع كل من يختلف معه في الراي، وبقى اسهل حاجه انه يلعب على وتر الجماهير. اسهل حاجه انك تقول كلمه لمجرد انك انت محدش يعني هي بتلمس وتر. عدل القيع هنا ياتي في افساد. يا سيدي تعالى امسكهم لعيب لعيب وتعالى نظرني وحقق معايا وانا مستعد لهذا الكلام. اللي هيفيدك مش هيفيدني، لان انا عارف ان انت عايز اهو تطلع في البرامج وتتكلم، ودي فرصه ودي فرصه. لانه لما يقول الكابتن اسامه اصل المهندس عادل القيعي كان بيستغل ليفوض اللعيبه في غير فتراتهم، نفكروا باللي احنا عرضناه بالاسماء. الاهلي اخذ من الاسماعيلي 17 لاعب سواء بشراء مباشر من الاسماعيلي وده العدد القليل، او لعيبه انتقلت فاصبحت موجوده ومتاحه في سوق الانتقالات. الاسماعيلي اخذ من الاهلي 27. هل ال 17 ولا ال 27 اكتر؟ ما فهمش. هل الزمالك ما اخذش من الاسماعيلي 19 لاعب تقريبا اكتر من اللي الاهلي خدهم؟ ده حلال هنا وحرام هنا. ياخد 19 يبقى 100 فله الدنيا كويسه جدا، ياخد 17 يبقى مصيبه وبيفرغ الانديه الشعبيه. ومش فاهم الاهلي خد مين من الاتحاد؟ الاتحاد نادي الشعب الكبير. خد مين الاهلي من الاتحاد وسبب سقوط الاتحاد؟ خد مين من المصري؟ هي القضيه في الاسماعيلي. طب هل من الاسماعيلي؟ الاسماعيلي ما خدش لعيبه من الاهلي؟ خدنا من المصري اكوتي، وكانت المفاوضات الحقيقه تاريخيه، لان كان بيقودها رحمه الله عليه سيد متولي الحاج سيد متولي، وكان بيتصور وهو على باب النادي الاهلي يخرج يروح نادي الزمالك. الراجل في شفافيه اكتر من كده؟ وخد مننا خالد بيبو، خد مننا شديد قناوي كباتن كبار جدا وعلاء جدا إبراهيم. وعلاء ابراهيم. يعني النادي الاهلي كان ياخذ احتياجاته ويعطي الانديه احتياجاتها وفلوس. صحيح. فكلام المرسل اللي انت عايز تصدره الناس برضه له ردود، وكويس انك انت بتفرغ وتعبر قدام الشاشات عشان يبقى فيه ردود موثقه، ويا ريت تقول لنا حاجه موثقه برضه زي اللي بنكلمك فيه. طيب كابتن اسامه اللي كان الراجل خاض انتخابات اتحاد الكوره ما خدش ولا صوت ولا صوت، حتى النادي الاسماعيلي اللي هو ناديه ما ادالوش صوته، بس دي جمعيه عموميه وهي حره. انما يتعلق الامر بقواعد اللعب ورايه اللي هيقوله الكابتن اسامه ده اللي احنا قلناه. نشوف بيراميدز ظهر في الصوره لقدراته الماليه، وبيراميدز هو الظاهره الجديده في استغلال فساد الكره المصريه. ما هو الاول كان الاهلي، بعد الاهلي حاليا مين اللي عنده سطوه المال وبيستخدم المال بدون حدود؟ مفيش شك هو بيراميدز. تمام. فبالتالي ما يحدث في الكره المصريه حاليا هو استغلال فساد، وهنا مهم جدا، فساد منظومه كره القدم الماليه. ليه؟ لان النهارده يا مي لما يبقى في لائحه تحدد الأندية دي بتصرف فلوسها إزاي وبتجيب فلوسها منين، هنا يبقى فيه وضوح وفيه شفافية. النهاردة لما يجي نادي يصرف 300-400 مليون على مجموعة من اللاعبين بدون أي حدود، تمام، وبدون أي لائحة تنظم وتحدد العمل ده، أنت جايب الفلوس دي منين؟ رقم واحد. رقم اتنين، هل أنت ماشي على لائحة وخاضع لرقابة الجهة الإدارية؟ ولا أنت جايب الفلوس وبتشتري اللاعب لمجرد أنك بتشتريه؟ هنا في غياب العدالة. النهاردة بيراميدز فلوس بس، تمام؟ والضحية النهاردة هو النادي، هو الكرة المصرية. تسمع الحاجة اسمها اللعب النظيف ده، الفير بلاي ده اللي متعارف عليه في
الكرة العالمية سواء كان في أوروبا أو في أمريكا أو أيا من دول العالم. ده معناه إيه؟ مش معناه أن الناس تحسس على بعض جوه الملعب. ده معناه نظام محاسبي دقيق على الأندية المحترفة. أوكي. بمعنى إيه؟ بمعنى معرفة مصادر الفلوس اللي داخل النادي والموارد اللي خارجة من النادي والإفصاح عنها. اللعب المالي النظيف، المواقف المالية تعرض، كل نادي يتنافس يبقى عارف بينافس بكام، الميزانيات تبقى معلنة، المصروفات ما تزيدش عن الإيرادات، كل واحد يبقى عارف صرف ده منين، والأمر يحتاج إلى كل هذه الشفافية. ده اللي بيقوله الكابتن أسامة. بس سبحان الله، ما هو ده اللي احنا قلناه، بس الحلقة اللي فاتت اللي مزعلك كابتن أسامة. نفكركم المهندس عدلي الحلقة الماضية اتكلم في الجزئية دي، قال ايه؟ قال في ظل الصراع المادي غير المتكافئ، الحل ان اتحاد الكورة يلزم الجميع بالمعيار الدولي في السلامة المالية والشفافية المالية في اللعب المالي النظيف واللعب المالي النظيف، وان الناس تشتغل علشان تاخد رخصة انها تقدم ميزانية تلتزم فيها بان ايراداتها ومصروفاتها تستطيع الوفاء بالالتزامات فياخد الرخصة بتاعته. لكن طول ما الاتحاد الكوره كده انت ما انتش عارف مصير الاموال دي جايه منين، من هنا ومن هنا ومن هنا ومن مصير هنا. مره الأموال. حد يديلك ومره حد يساعدك ومره حد يقول لك انا اديتك، ده مش احتراف، دي مش انديه مستقله. دي انديه هتعتمد باستمرار على الظرف، وده مش تخطيط. على الظرف المقفول ولا الظرف الظرف الطارئ؟ على الظرف التاريخي اللي انت النهارده الزور. يعني حد يقول ان بعد كورونا الاموال دي تطلع بالكميه دي؟ يعني الناس بتتحفظ. علامات استفهام ودهشه ورغبه وحيره كتيره الحقيقه في هذا المشهد. حاولنا نلم لحضراتكم كل ابعاده. المهندس عدلي افاض في الجزئيه الحل في انك انت فعلا لعب مالي نظيف، كل واحد يعرف حدود صرفه، مصادر دخله، اوجه الانفاق، لانه في النهايه ده المعمول بيه بره. احنا عايزين احتراف ولا مش عايزين؟ لكن لو عايزين ابواب خلفيه لطرق اخرى أنا دي مسائل تانية. هنا انا لا اتهم احد، انا بقول على اتحاد الكره انه يعمل هذه حط المعايير الدوليه عشان الناس تبقى عارفه راسها من رجليها، عشان الكل يتنافس. انا النهارده لو اكتشفت ان النادي اللي بينافسني ميزانيته 10 اضعافي من الاول، ممكن ما تنافسش معاه واعمل الهصه من الاول. لكن تبقى انت عارف قدرات اللي قدامك ومتوقع الامور هتمشي ازاي، لكن ليس فيها اطلاقا لا غمز ولا لمز ولا اتهام لاحد. طيب هنا مؤكد خلاص احنا سبقنا وقلنا هو كده بتاع النهارده مش بتاع اللي فات. ايه؟ انت كده بتاع النهارده. لا بس انا عايز اقول ايه؟ هو ممكن يجي يقول لك ايه، بس انت دلوقتي بتقول كده عشان الظرف ان انت يعني اتعامل فيك هذا الكلام، بس انت ما كنتش بتطبق. احنا من اول يوم احنا عندنا حته الملاءه الماليه والسلامه الماليه، ان احنا بنصرف على قدر ميزانياتنا. مش صحيح ان احنا كنا بندي اكبر عرض، مش صحيح ان احنا كنا بندي اكبر عقد، مش صحيح، لكن كنا بنعمل اكبر دخل للعيب. ليه؟ لان كنا احنا بقى نعرف نسوقه، نعرف نعمل له اعلانات، نعرف من خلال هذا اللاعب وزملائه نجيب بطولات، نعرف من خلال اللائحه اللي بنحطها له نحط له حوافز مجزيه، نعرف ان نديله حقه بالكامل. وعلى فكره كابتن اسامه، مين قال ان الاسماعيلي ما كانش عنده موارد ماليه؟ امال المعلم الكبير رحمه الله عليه عثمان احمد عثمان ده كان ايه؟ قال عثمان اللي ضحوا بعمرهم وثرواتهم في مساندة هذا النادي وفي دعمه المستمر. الدنيا بتتغير، كان يجب أن يتطور أمر عملية التمويل الذاتي، لازم باستمرار يبقى في أفكار باستمرار تجدد هذا الأمر. لكن مين قال إن في الزمالك عنده فلوس؟ الترسانة عنده محلات وعنده بتاع، رغم ان انا اشفق على الترسانه في اللي هي فيه، لكن مؤكد ان هناك حلول للخروج من هذا الامر. النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي قاله السنه اللي فاتت واللي قبليها تنطبق عليه كل شروط
رخصة الأندية المحترفين. استاذ أسامة دور وشوف إذا كان هذا الكلام صح ولا لا، إذا كنا إحنا مش صح برضو قول لنا. هو ده طريقة الحوار. إنما النجم أقول لك أنت بتفسد، كلام سهل جدا وعيب يتقال. والحقيقة قضية اللعب المالي النظيف وضوابط السوق أيضا استلفتت اهتمام كاتب صحفي كبير ووطني رائع جدا بحجم الأستاذ جلال عارف. المقالة اللي أشار فيها إلى هذه الجزئية عن بيزنس كرة القدم قال فيها لابد من إعادة النظر في قواعد اللعب بين الأندية بحيث نضمن دعما دائما للأندية الشعبية يرتبط بإنجازاتها ويساعدها على الحفاظ على لاعبيها وتقديم الأفضل لجماهيرها، وبحيث تكون هناك حدود واضحة لحركة المال في عالم الرياضة، حدود واضحة لحركة المال في عالم الرياضة وسقف محدد لميزانية شراء اللاعبين في كل ناد وبشفافية كاملة تضمن سلامة التمويل والإنفاق. وهي دي فكرة الشفافية، وهو ده حماية السوق في أي مجال من أي مصائب لغسيل الأموال. شوف انت قلت ايه؟ الخطوره اللي الاتحاد الدولي وكل اللوائح الماليه والبنك الدولي وكل اللوائح الماليه النهارده هذه الظاهره تضرب الاقتصاد العالمي. فهم عشان لما قالوا السلامه الماليه عشان تقول فلوسي دي جت منين وانا بصرفها ازاي او التزاماتي دي انا بمولها ازاي. مهم جدا جدا، مش مساله مجرد ان دي تنظيم كره قدم فقط، ولكن لضبط المناخ الاقتصادي على مستوى العالم طبعا بشكل عام. والا الدنيا، لان اللعيبه يعني انت دلوقتي بعد ما كنت بتسمع مثلا بره اللعيب وصل ل 200 و250 مليون يورو وجنيه استرليني، دي مسائل لا مش هزار. لو انت هتعرف اللعيب ده تقول لي مولته ازاي وانت هتستثمره ازاي وعوايده هتكون ايه، انت حر في فلوسك. لكن اذا ما قدرتش تثبت هذا الكلام المسألة، وأنا بقول لك بضم صوتي لصوتك في هذه النقطة رغم أن أنا مختلف على أسلوبك في طرح القضية، لكن أنا بضم صوتي لصوتك. لازم قرار السلامة المالية، وأول نادي يجب أن يخضع أنه يقدم موقفه المالي السليم هو النادي الأهلي، ولو أنها مش هتستغرق منك أستاذ أسامة غير أنك تطلب من النادي الأهلي الكتيب بتاع الجمعية العمومية اللي اعتمدته ميزانية النادي الأهلي. هتشوفها هتلاقي فيه كل الأجوبة اللي انت عايزها. النادي الأهلي لا يفسد، النادي الأهلي. ولذلك أنا والله بالصدفة، أنا ما كنتش يعني سمعت الكلام ده، لكن أنا بالصدفة لما قلت هي فلسفة حياة، لأن كنت مش هي مجرد بطولات ومجرد، لا احنا بنقدم باستمرار، بنستبق بخطوة. والنادي الأهلي لما عمل إدارة التسويق عشان يعمل شركة تسويق، عشان يعمل قناة، عشان يعمل مش عارف إيه، كان يستبق بخطوات السوق المصرية عشان لا يفاجأ إن هو مش قادر يصرف على كرة القدم ويعتمد على التمويل مجهول المصدر. ويبقى الأهلي محترما في عيون حتى الناس اللي مجرد تعاملت معاه عن بعد. سيبكم من بعض البرامج اللي بتدور تجيب اي لعيبه من المتحف، لعيبه ممكن يكون الناس نسيتها او لعبت 3 دقايق بس يتجاب مخصوص علشان يهاجم الاهلي. بقول لكم كده ناس بيتظبط معاها، تعالى بس دوس في الاهلي شويه. في تفاصيل كتيره مخزيه ومزريه الحقيقه في الموضوع ده، هيجي وقتها وهنقولها لكم. لكن لما يكون في برنامج يعمل مداخله مع المدير التنفيذي لنادي هيدرسفيلد الانجليزي اللي يملك عقد رمضان صبحي واللي دخل معاه النادي الاهلي في تفاوض، فيتقال له ايه موقف النادي الاهلي، فيجي انصاف النادي الاهلي من خلال تفاوضه ومن خلال احترامه ومن خلال اسلوب العمل بتاعه على لسان الانجليزي مارك ديفلين مدير هيدرسفيلد مع الزميل ابراهيم فايق. نسمعه. منذ متى بدأ النادي الأهلي حديثه معكم حول تمديد إعارة رمضان صبحي ومن ثم من بعده شراؤه في الموسم المقبل؟ الأمر بدأ قبل انتهاء فترة كبيرة، قبل انتهاء فترة الإعارة، وبدأنا التفاوض مع الأهلي
وكان الأهلي يريد شراء رمضان بشكل دائم، وكنا ننظر في البداية أن يقوم الأهلي بتمديد الإعارة فقط، وكنا نأمل أن يستمر رمضان في الأهلي، وتلقينا عرضا من الأهلي منذ عدة أسابيع لشراء النادي، لشراء اللاعب، وقابلنا بالعرض، ونحن مستمتعين بعلاقات العمل مع النادي الأهلي لأنهم تميزوا بالأمانة الشديدة جدا معنا، وقابلنا العرض، وبالفعل رأينا أن هذا شيء عادل، وأيضا هذا شيء ربما كان يريد اللاعب يرغب فيه، وهو أن يعود إلى النادي الأهلي بشكل دائم. تصرف النادي الأهلي معنا كان محترم جدا، قدرنا موقفه وتعاملنا معاه بمنتهى الاحترام. الرد ده مهم جدا، لأنه يأتي في لحظة الكل يلوم النادي الأهلي على أسلوب التفاوض وأسلوب الاحتراف، ما فيش احترافية في سوق الانتقالات، ما فيش احترافية في التعامل، مع أن ناس كتير والله كويس الأمور دي، يعني نص دي يا أستاذ إبراهيم أو أكتر. أنت دلوقتي ناس كتير بتقول إيه، هو أنت ليه ما بتجددش للعيبة بدري؟ أنا من طول عمرنا بنحاول نجدد اللعيبة بدري، بعض اللعيبه ما بتوافقش. ما هو الموضوع مش انت مش لوحدك، في لعيب يقول لك استناني لاخر عقد وبعدين نتكلم كويس. طب انت ليه ما بتجددش للعيبه 5 سنين؟ نفس الاجابه، انت اذا كنت بتتفاوض مع اللاعب طبعا انت عايز 5 سنين، يجي يقول لك لا 4، يا اما مش يعني له هو حق، هو بيدير حياته هو كمان ومعاه وكلاء وهو ادرى بظروفه، فانت بتروح لفن الممكن. التفاوض هو فن الممكن، مش فن انت عايز ايه، انت عايز ايه والممكن ايه. فانت الحمد لله ياتي الانصاف من الجهات المحترفه جدا اللي انت بتتعامل معاها، ولدرجه الراجل بيقول لك كنت اتمنى ان المفاوضات تنجح ويبقى الكابتن رمضان مع النادي الاهلي. هذا بيلخص الرد اللي ممكن كلنا نقوله. طيب على ذكر برضو الانجليز في الكرة، الكابتن أحمد حسام ميدو في البرنامج بتاعه مهتم أنه بعض حالات الجدل التحكيمي بيعرضها على الحكم الإنجليزي المتقاعد جيرموت جالاجار، وبيسأله على بعض الحالات اللي فيها جدل شوية. سأله على قرار محمود عاشور في عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الإنتاج ضد الأهلي، الناس كلها طلعت قالت الحكم جامل الأهلي، الأهلي بيتجامل من الحكام، الانتاج الحربي له ضربه جزاء، محمود عاشور خاف من الاهلي، كل الكلام ده سمعتوه. طب الرد الانجليزي ايه؟ زي نفس واقعه برضه ابراهيم نور الدين في مباراه الزمالك والمقاصي. ميدو سال الحكم الانجليزي ونشوف رده. I think the referee is correct. I think there's not enough contact to make the forward go down like that. They run it side by side and the forward gets in front and he leans into him, but that's as much as he does. What I do think is very, very interesting is if this was in the Premier League in England, the VAR would just say to the referee, no penalty and it's over. I think the fact that the referee went to the screen and had a look himself, it sells it better. It looks better for everybody that the referee has made the decision on the field, he's gone and checked, and he's still in command of that situation. He has taken ownership and said no, and I think he's right. طيب يبقى أنا بعتذر لإبراهيم نور الدين، لأن أنا هاجمت إبراهيم نور الدين بشكل كبير جدا على قراره إن هو راح للفار وما حسب الكرة مش ما حسبهاش بينالتي، وأنا طلعت هاجمته بشكل كبير جدا، لكن أنا راجل مش بتاع تحكيم، أنا على تويتر بقول رأيي. الراجل ديرموت بيقول إن قرار إبراهيم نور الدين كان قرار صحيح 100%، وإن هو مستغرب إن الفار أصلا ندهله إن هو يبص على الكرة، هو شايف there is no enough contact، يعني مفيش التحام كافي في الكوره، وان هو شايف ان ابراهيم نور الدين كان صح ان هو ما يحتسبش الكوره ضربه جزاء. زي ما انا طلعت عجنت ابراهيم نور الدين بقول لك بعتذر لك، انا اسف، انا مش حكم، انت صح انا غلط. I think the only thing that's clear is that it strikes the players, it strikes the
red player's hand. There's no doubt about that. When the yellow 17 crosses the ball, he is so close to the red 29. The red 29's got his arm down low. It's tucked into his side. It strikes him, no doubt. But that's all it does. It's not a deliberate handball, and for a penalty, it has to be deliberate. I think the two things, the two factors really are the position of his hand is not making his body bigger, and the distance the ball has travelled is so short, he has no chance of getting out of the way of the ball. الكرة الثانية ماتش الانتاج الراجل بيقول ان الكرة قريبة جدا قريبة جدا ايد 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 جيرالدو ما اتحركتش كانت موجودة في بوزيشن طبيعي الكرة مش ضربة جزاء برافو محمود عاشور الكرة والمساعدين بتوعه الكرة مش ضربة جزاء طيب هذه ليست قناة النادي الاهلي هذه قناة النهار هذا ليس الاستاذ ابراهيم المنيسي هذا الكابتن ميدو الحكم ليس فلان المصري ولكن حكم انجليزي ثقه ووصل من درجه القناعه الكابتن ميدو يقول انا بعتذر للكابتن ابراهيم نور الدين وكان هناك امور اخرى يعتقد الاهلي انه صاحب حق فيها والناس برأت برضه الكابتن ابراهيم نور الدين ولكن هي كويس كويس انك تشكك بس هو ده اسلوب الحوار اللي احنا عايزينه باستمرار قول اللي انت عايزه بس نقدر نوصل للحقيقة بطريقة أو أخرى برضو للوصول للحقيقة الكابتن سمير محمود عثمان خبير التحكيم الأهلي كان له ضربة جزاء جيرالدو أمام أسوان نشوف الكابتن سمير عثمان علشان يبقى الرأي رأي الخبراء مش رأينا احنا اما نشوف هنا كان في كره مهمه النهارده في المباراه اللي هو لعيب النادي الاهلي كان منفرد بمرمى لعيب اسوان من اول لقطه ممكن تشك انها ركله جزاء بس اما نيجي نشوفها هنا هتلاقي في اعاقه من حارس المرمى ايديه الشمال في اعاقه على رجل لعيب النادي الاهلي وهو مندفع حتى لو لمسه خفيفه وهو مندفع ده عاق اللعبه زي ما احنا شايفين هنا طبعا لعبه اتلعبت سريعه دي من اول زاويه جينا نتاكد برضو منها من الزاويه الثانيه لما نيجي نشوفها برضو هتلاقي ايد الشمال ومبينه طبعا من الجوانت الاصفر في هنا تلامس طبعا مع الرجل اليمنى للاعب النادي الاهلي طبعا دي افقدته التوازن بتاعه كان لازم هيقع انا هنا بس طبعا هتبقى بعيد على طارق مجدي بس انا هنا شايف كان مسؤوليه هي دي النقطه مسؤوليه كامله لطبعا حكام الفي ار محمد الصباحي نعم. و مصطفى عثمان كانوا ينادوه هو ممكن يكونوا كلموه قالوا له احنا شايفينها ما فيهاش حاجه بس يعني لو عملت واجب شويه هتبان برضو دي مش قناه الاهلي دي قناه اون تايم سبورت وده استاذ محمود كابتن محمود كابتن سمير محمود سمير محمود عثمان مش الاستاذ ابراهيم المنيسي ابو صفاره احنا وبعدين الصوره لا تكذب الراجل نزل بايده ضغط على رجل اللاعب وقع ورغم هذا ما عملناهاش قصه يعني. ما حدش يتكلم عليها. وما حدش مشغول بها هنقف كتير عندها. زي ما الاخوه في قناه الزمالك وبعض البرامج مشغولين جدا جدا باستاد الاهلي. هو استاد الاهلي ولا استاد الانتاج الحربي؟ هو استاد السلام مش استاد الاهلي؟ هي يافطه ولا ايجار؟ والكلام الفارغ اللي انتم بتسمعوه. يا جماعه يا جماعه الخير هذا جزء من عمل استثماري رائع جدا يشمل الوحدة الاقتصادية للنادي الأهلي مع شركة وطنية محترمة وهي شركة استادات اللي فيكم يجهل هذه المسألة يسأل عنها الأهلي لا راح طلب إيجار الملعب الأهلي لا حط يافطة على كوبري بالعافية الأهلي لم يسطو على أي حق الأهلي بيستثمر اسمه بيستثمر قيمته بيستثمر القيمة التسويقية ليه مع شركة وطنية كبيرة ومحترمة هو بشكل جاد ومعلن وشفاف. ايه لازمة؟ الناس دي مالها ايه؟ هو هدي النقطة بقى أستاذ أنتوا مالكوا؟ فكرة إن كل حاجة عملها النادي الأهلي لازم تضايقكوا. يعني أنت متضايق ليه؟ أنا على فكرة بيقول لك إيه طب أنا أقدر أروح أأجر. ما تأجر. ما أنت تقدر تروح تأجر بس أنا ما أجرتش. أيوة. أنا استثمرت. أيوة. استثمرت اسمي مع استاد السلام والمسؤولين عنه وده تابع للدولة مفيش فيه مجاملة مع شركة السادات صاحبة الفكرة العبقرية والجرأة التنفيذية وخدت من الأهلي اسمه الكبير عشان تكسب وتطور استاد السلام وتكسب الانتاج الحربي أموال ويكسب الأهلي أموال دون أن يدفع أحد أنت بتوفر فلوس وتاخد فلوس أنا لما أعمل كده أنت زعلان ليه
انا لا عيرتك ولا كلمتك. اذا كان المساله بقى ان احنا نقعد ناخد من السوشيال ميديا ونخلق لها مواضيع، هو ده الاحتقان. انا مش عايز تحفيل، ارجوكم يا جماهير الاهلي من فضلكم افرحوا بناديكم يا سيدي والنبي ما تحفلوا، لان الكلام ده بيؤدي الى ايه؟ ان الناس تاخدنا في سكك تانية، وبعد شويه نبتدي نلاقي نفسنا بندافع عن حاجه تستحق الاشاده وليس الدفاع. خليكوا زي اللي هتسمعوه من نجم زملكاوي كبير، ليسوا جميعا هكذا. احنا بنقول للناس حضراتكم مالكم، انتوا مالكم، ما كل واحد ينشغل في حاله. الاهلي عامل نمط استثماري غلط او صح، هينجح او هيفشل، اعمل انت النموذج الصح، اعمل انت الاحسن، اعمل انت اللي يعجبك. هي كده، لكن انت ليه باصص في طبق غيرك؟ ويوم ما تعمل، احنا ليه مشغولين بمين طبخ ايه النهارده؟ ويوم ما تعمل مش مجال معايره، يعني انا عايز اعرف هو اخرتها ايه؟ ما كده مش هنخلص. صحيح، لان الاهلي هيفضل يفكر في خطوات كده باستمرار. اذا كنت هتفضل كل همك في الحياه ان تنتقد خطوات الاهلي، انت مش هتعمل حاجه، هتتعطل كتير. هي دي المشكله، انت تتحدث عني وتلومني وتحفل عليا وكل همك نغيظ بعض. انا مش هم اغيظك، انا همي اشتغل، انا همي انمي مواردي، انا همي اتطور، انا همي، هو ده الشغل. انت خليك كده، والله العظيم ده حاجه حلوه قوي، يا ريت يفضل الوضع على كده. انا اشتغل وانت تنتقد، انا اشتغل وانت تنتقد، ويطلع كابتن زي الكابتن عادل عبد الواحد نجم الكره الزملكاويه يقول رايه بامانه. الاول نبارك النادي الاهلي على طبعا الاستاد الجديد اللي طبعا شركه استادات اللي عملته استاذ محمد كامل، وبارك كابتن الخطيب شخصيا واعضاء مجلس اداره وجمهور النادي الاهلي ولاعيبته وكل المنتمين للنادي الاهلي بالموضوع ده. طبعا الموضوع كان كبير جدا جدا، وتملي النادي الاهلي بيسبق برغم ان بقى الزمالك، لكن بيسبق حاجات كتير جدا، تطوير وبيخرجوا من حاجه لحاجه. كابتن عادل عبد الواحد واحد ده كان من نجوم الكره المصريه ونادي الزمالك في الثمانينات وبدايه التسعينات، وجناح يمين لا يشق له غبار، واتكلم على انه ازاي النادي الاهلي بيسبق الاخرين بخطوات، وازاي الاهلي كابتن الخطيب والاستاذ محمد كامل وشركه استادات كانوا سباقين في هذا الديل المحترم جدا اللي الراجل اشاد بيه. بس كمان هذه الرؤيه الواضحه لكابتن عادل عبد الواحد وما هوش في اطار العمل دلوقتي، ما كانتش واضحه خالص عند عضو مجلس اداره نادي الزمالك الكابتن حماده انور اللي شاف المساله غير الكابتن عادل. نشوف. بص يا عمر، من حق جماهير النادي الاهلي، انت النهارده النادي الاهلي عنده اربع افرع صح؟ كان سهل جدا ان انت تعمل استاد للنادي الاهلي، لان جماهير النادي الاهلي مش هتحس ان ده استادها غير لما يكون استاد بتاع النادي الاهلي، زي استاد التتش لغايه النهارده ده تاريخ في النادي الاهلي صح ولا غلط؟ استاد زاموره ده تاريخ في نادي الزمالك، لكن ما تجيش تقول لي كل الناس عارفه ان ده استاد السلام. كل الناس عارفه ان ده استاد السلام، ان انا النهارده جيت اخدته حق انتفاع برضه لغايه النهارده هو استاد مشترك ما بين الانتاج الحربي والنادي الاهلي، فما تجيش تقول لي ان جماهير النادي الاهلي خلاص مبسوطه ان بقى عندها استاد، لا ده مش استاد النادي الاهلي. صح صح كابتن حماده، جماهير الاهلي عايزه استاد، واحنا عايزين استاد للنادي الاهلي، والكابتن الخطيب عايز استاد النادي الاهلي، وهو قال ان ده مش هيكون البديل عن استاد النادي الاهلي اللي احنا شغالين فيه، لكن لحد ما نجيب استاد النادي الاهلي هيكون لنا مكان يقضي على هذه الحيره. انت بتختار اول الموسم اكتر من ملعب، قلنا استاد القاهره واستاد الاهلي السلام، واخد بالك؟ وي السلام الاهلي، وي السلام، ادي خلاص هي دي ملاعبنا، هو ده. لكن ما قلناش ان ده الحل النهائي، واطمنوا جدا 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 وما تزعلوش لما تفاجئوا ان الاهلي بيبني استاد. وبعدين حكايه الايجار يا جماعه، انا باجر شقه فبدفع للمالك فلوس، طب لما المالك يجي يقول لي تعالى اقعد عندي والنبي وهديك فلوس، بس ايه هكتب اسمك بس على البلكونه هنا يسكن فلان الفلاني عشان اقدر ابيع بقيه الشقق، يبقى انا المستاجر ولا انا المشارك مع المالك في شكل استثمار. وانتوا فاكرين ان انتوا بتضايقوا الاهلي او جمهور الاهلي لما تقعدوا تقولوا ايجار؟ تعرف الموضوع يا ده الاهلي هو اللي بيستثمر اسمه، الناس هي اللي بتقدر تستفيد
وتستثمر في اسم النادي الاهلي لما بتحط الاهلي والسلام. هي كلمه واحده مع بقيه تفاصيل الوحده الاقتصاديه اللي حضراتكم حفظتوها. هي كلمه واحده او معنى واحد او فلسفه واحده، لو الناس تنبهت لها هتريح دماغها، لان هي بتجاب على كل الهري اللي احنا فيه. القيمه التسويقيه للنادي الاهلي يا جماعه موجوده فيه. الاهرام مش بيباشش على الاهلي، ولكنه كان شريك ناجح يفتقد الاهلي الان، واسالوا المسؤولين. صحيح. بدليل انه بيخشوا في كل بيدنج وفي كل مزاد بيحاولوا ياخدوا الحصه تاني ليهم. وكابتن حسن مش موجود على فكره. أيوة. اذا هو فائده وين 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 سيتويشن، يعني اكسب انا وانت، اكسب انا وانت من خلال ايه؟ ان انا ليا اسمي وانت بتعرف تستفيد منه، فبتديني فلوس وانت بتكسب من ورايا فلوس. هذا ملخص الحال. الاهرام يعملها، برزنتيشن تعملها، استادات لايف تعملها، صله عملتها ومشت. صله عملتها، صله عملتها ومشت. وانا كان الناس بتراهن على الارتباك اللي هيحصل للاهلي، لم يحدث ارتباك، وزاد مبلغ الرعايه عن المتعاقد عليه مع صلاه. فدائما انت تستفيد من ايه؟ لثقه السوق، لثقه المستثمر، لثقه الناس اللي بتفهم يعني ايه تسويق. خد البراند ده، خد المصنف ده، كسبانه معاك باذن الله. والسؤال الاهم، هو انتم مشغولين ليه؟ ده مضايقكم ليه بجد؟ نشوف راي الكابتن شوبير. انا قلت في بدايه الحلقه وارجع اقول تاني، يبدو ان في البعض ما بياخدش باله. يعني من البدايه لما تم الاعلان عن حق انتفاع النادي الاهلي استاد السلام، قال لك سيبقى الاستاد باسمه استاد السلام، وانه مكتوب فوق الاهلي واسم الراعي وي بتاعه، وهذا حق انتفاع لمده 9 سنوات، وان فريق الانتاج هذا ملعبه، والامر كان واضح جدا جدا. يعني ما اعرفش لو عندكم اهو استاد السلام، يعني الاهلي وي اهو السلام ستاديوم، يعني يا جماعه القصه واضحه، وحتى موجوده بره كمان مكتوبه استاد السلام باللغه العربيه. في ناس شغله نفسها بحاجات مش بتاعتها. يعني اللي بيحصل ده شيء جميل في عالم الرياضه في مصر. هو ما حدش ادعى انه امتلك استاد السلام. احنا ده الكابتن خطيب وهو بيعلن بيقول لك عقد محدد المده. اتنين، هذا لن يلهينا عن الهدف الرئيسي ان نمتلك استادنا الخاص. الموضوع ببساطه شديده جدا، وين وين سيتويشن يا استاذ ابراهيم. اكسب والناس تكسب معايا، لانك تمتلك براند، تمتلك مصنف مربوحه مربوحه مربوحه. والاهم سؤال الكابتن شوبير في الاخر، هي الناس دي شغله نفسها باللي الاهلي بيعمله ليه؟ اعملوا اعملوا. كل الانديه، مصر محتاجه الكل يشتغل، مصر محتاجه الكل يفكر، مصر محتاجه الكل يبتكر، مصر محتاجه كل هذه العقول تقدر تنهض بكياناتها، مش نقعد دايما وابدا شغلين نفسنا كل واحد عمل ايه. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هتشوفوا نادي القرن كيف تعتز به وتشيد به الدبلوماسيه المصريه. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا في الغربال، وشفنا بعظمة لسانه، وشفنا مقاله، وبقي الكلام المهم عن اسرار الملك، ملك البطولات، نادي القرن، والدبلوماسية المصرية. الحقيقة تتويج افريقيا واهتمامها واحتفائها بالنادي الاهلي نادي القرن العشرين في افريقيا لقي وقتها إشادة وتثمين وتقدير واحتفال كل المؤسسات الدولة. الكل اهتم بحصول نادي مصري على هذا اللقب الرفيع. الأهلي لم يسعى إليه، الألقاب هي دايما التي تسعى إلى الأهلي. الأهلي ما رفعش يافطة وقال أنا بالعافية أنا نادي القرن، لا، الاتحاد الأفريقي هو اللي كرم النادي الأهلي ومنح الكابتن صالح سليم وسام القرن أو نادي القرن العشرين
هو ده النادي الاهلي. لكن الحقيقه المهندس عادل القيعي اهدانا وثيقه مهمه جدا عن احتفاء الدبلوماسيه المصريه بنادي القرن. والحقيقه مش هنسب الفضل لنفسي. اه احنا كنا اتكلمنا على ملابسات وكواليس مباراه الاهلي وريال مدريد. آه. اللي يعني كنا وقتها بنقول بطوله نص الدنيا. أي. بطل القرن في اوروبا مع بطل القرن في افريقيا. لقيت اتصال من المهندس ابراهيم المعلم. يذكرني انه كان رئيس اللجنه المنظمه لهذه المباراه. وقتها. وانه عنده من المستندات. الحقيقه لما ذكر لي المستندات دي وبعت لي ولسه هينقب ويبعت حاجات تانية صوره هذا الخطاب، ما عندكش فكره. انا قلت لا يمكن ان انا ما شاركش جماهير الاهلي وجماهير مصر بشكل عام هذا الخطاب اللي هتقول لنا عليه. الاهلي لا انتظر جواب من وزاره التموين ولا علق يافطه، لكن جاءته وقتها الاشاده والتقدير من وزاره الخارجيه المصريه. في الجواب اللي هتشوفوه قدام حضراتكم المرسل الى السيد المهندس ابراهيم المعلم امين الصندوق ورئيس لجنه احتفالات القرن بالنادي الاهلي. ده من مين يا جماعه؟ من وزاره الخارجيه، ممهورا بتوقيع السيد احمد ماهر السيد وزير الخارجيه وقتها. قال السيد وزير الخارجيه تحيه طيبه وبعد: اتشرف بان اتوجه اليكم باصدق التهاني بمناسبه ما حققه ابناء النادي الاهلي. نادي القرن في افريقيا. من فوز تاريخي على نادي ريال مدريد نادي القرن في أوروبا. ويهمني هنا أن أشيد بالتنظيم الرائع للمباراة من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي، وكذلك بالتفاني الذي ميز أداء الشباب المصري من أبناء النادي الأهلي خلال المباراة، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ولسيادتكم الشكر. أحمد ماهر السيد وزير الخارجية، ده اللي مرسل للنادي الأهلي في 5 أغسطس 2001. عايز أتوقف عند بعض النقاط هنا. أنت قلت أسرار الملك. أيوة. ما تيجي نتكلم شوية في بعض اللي تذكره من هذه الأسرار. تفضل. أولا وزير الخارجية بيبعت لك هذا الخطاب. ويذكر صراحة نادي القرن في أفريقيا مع نادي القرن في أوروبا. يعني عشان اللي يقول لك إن ده كان ماتش ودي، لا، ده كان بهذه الصفة. والكأس المقدمة كانت بتقول هذا الكلام. أيوة. والناس ما كانتش جاية تهزر، كانت جاية تلعب مباراة على لقب. بالظبط. وإحنا كسبنا هذا اللقب. بالظبط. الأستاذ إبراهيم المعلم لما تشوف العنوان ده بيذكرني بحاجة مهمة جدا وكويس. السيد المهندس إبراهيم المعلم أمين الصندوق ورئيس لجنة احتفالات نادي القرن. احتفالات نادي القرن اتعملت لجنة. هذه اللجنة قالت مجموعة من الحاجات ازاي نحتفل بمناسبة بتتكرر كل 100 سنة. اذا الموضوع جد مش هزار. انت عارف احنا احتفلنا بيه ازاي؟ سيبك من المباراة دي، سيبك من المباراة اللي اتعملت. احنا احتفلنا ان النادي الاهلي قرر ان يشارك الجماهير المصرية وليست جماهيره فقط هذه الفرحة، ان يكون مصدر فرحة في جميع محافظات مصر. فبدأ بجولة من أسوان تنتهي بالأسكندرية، يتوقف مع في كل محافظة بالقطر، ويبدأ احتفال تشارك فيه المحافظة برئيس المجلس بالمحافظ، برئيس المجلس المحلي، برئيس مجلس المدينة، بكل بنجوم الأهلي أبناء المحافظة هذه، بنجوم الأهلي أبناء المحافظة، بكل الثقافة والكالتشر بتاع المحافظة، بيقدموا فولكلورهم الخاص بيهم، فنونهم الخاصة بيهم، ويشاركهم النادي الأهلي الاحتفالية. بأن تروح مجموعة من قيادات النادي الأهلي ورموز النادي الأهلي ونجومه المميزين يخوضوا هذه الجولة معهم. فكانت فرحة مش القطر كده واحدة واحدة لحد ما وصل الإسكندرية. أعتقد أن هناك الكثير من المستندات اللي ارجو انه يعني يتعب نفسه شويه الاستاذ ابراهيم ويبعتها لي بصفتي، يحتفظ بكثير من المستندات اللي عايزين نشارك بيها جماهيرنا. فتخيل بقى على مدى سنه احتفال استمر حوالي سنه، انك تنزل تحتفل في المحافظات. طبعا الكريزه بتاعت هذه الاحتفالات كانت
نادي القرن في أوروبا مع نادي القرن في أفريقيا. وشفنا الحلقة اللي فاتت الجواب اللي بعته رئيس نادي ريال مدريد وهو يندم على عدم تواجده وبيقول إن أنا للكابتن صالح. ها؟ للكابتن صالح. للكابتن صالح بقى يقول أنا لما رجعت البعثة شفت من حوادثهم إن هم شافوا حفاوة غير ما انبهروا ولا فرقة غير مسبوقة. نادي ريال مدريد العظيم بدي ستيفانو العبقري رئيس شرف النادي ورئيس البعثة بزيدان وكل النجوم بديلبوسكي وزيدان وجونزاليس وفيجو وروبرتو كارلوس وكل كل العظماء. ودي كانت أول مباراة لزيدان يلعبها ويقدم إلى جمهور ريال مدريد والعالم، كانت مباراة النادي الأهلي. فكان يعني كل الظروف إن هي إحنا هنجيلكوا فول تيم. العقد اللي اتعمل يا أستاذ إبراهيم يذكرني أستاذ إبراهيم المعلم إنه عقد يدرس، يعني إنك أنت بتذكر أسماء الفريق اللي هيجي لعبك عشان الناس ما تجيبلكش البي تيم، عشان الناس ما فيش ما يتكاسلش بعض نجوم الفريق، بتحطهم اسم 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 لدرجة إنه قالوا وهنجيب لكم زيدان اللي لسه متعاقدين معاه ويكون أول ظهور له. هذا التعاقد يدرس. الحدث كان كبير جدا 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 والاستعداد له كان عظيم جدا جدا جدا. أنا بس حبيت أدي الفضل لأصحابه وأذكر الناس، ولكن هناك الكثير من الوثائق سوف نعرضها تباعا. هذه كانت قيمة نادي القرن لدى الدبلوماسية المصرية، وماذا قالت وزارة الخارجية عن أداء الأهلي، عن احتفالية الأهلي، وعن تمثيل الأهلي لوطنه في هذه المناسبة التاريخية الكبيرة اللي زالت أصداءها مستمرة حتى الآن. كانت هذه أسرار الملك. انت هتنهي كثير تفضل هتنهي ده. أنا كنت عايز أقول لك إن أنت صديق الشخصي حمدي زكي المستشار الثقافي المصري، يعني دي وزارة الخارجية. طب وزارة في السياحة في أسبانيا وقتها، وزارة السياحة لما قال لنا وقال لك إن الجناح بتاع مصر كان في معرض دولي في أسبانيا، فجناح مصر اتحطت الصور بتاعت نادي ريال مدريد واتحطت الخرطوشات بتاعت البرديات بأسماء النجوم. احنا ادينا لكل لاعب اسمه بالهيروغليفي على ورق برضي بالهيروغليفي، لا وكان في زي ميدالية تذكارية. كنت بتحاول تمضي زيدان بس قال لك انا مضيت خلاص صح؟ ده كان في الطيارة. فأنا عايز أقول لك يعني الـ 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 الموضوع لا كان له تداعيات. فضل معانا وكلمنا مخصوص وقال لنا كان أكبر إقبال هو كان على الجناح بمناسبة هذه الزيارة، وكانت نقطة عرفت قطاع كبير جدا من المهتمين بالسياحة في أسبانيا بتأثير هذه المباراة على السياحة المصرية. دي قيمة الأهلي وده تقدير الدبلوماسية المصرية ووزارة السياحة المصرية للنادي الأهلي والأحداث الكبيرة اللي بيرعاها. ويبقى دائما وأبدا الأهلي القادر على إضاءة الشموع الحمراء، الشموع الحمراء التي دائما ما تنير طريق الأهلي وتمهد الطريق لكل أبنائه ونجومه عبر الأجيال لمزيد من الانتصارات. رفعت الفنجيلي وده كمان مش ابن النادي. كابتن رفعت الفنجيلي مهندس الكرة المصرية، واحد من أبرز نجوم الكرة الأفزاز. مرة كابتن طارق سليم عليه رحمة الله سألته مين أحسن لاعب في جيلكو، وبعد كده شفته بيلعب كورة قال لك رفعت. المهندس عادلي قال لي والكابتن صالح قال لي رفعت الفنجيلي. ده الكابتن صالح قال أكثر من هذا. أنا كنت واحد من المنبهرين من قبل ما بعده في النادي الأهلي بالكابتن صالح سليم. وكنت أراه بقناعة كاملة واحد من أحسن صناع اللعب على مستوى العالم. وكنت في الجزئية في المهارة دي أقارنه بدي ستيفانو. بل أحيانا كنت تحيزي للكابتن صالح قبل ما أعرفه. وأنا مشجع النادي الأهلي كنت أراه في حاجات معينة، لأنه كان بيقدر يدي سرو للعيب على عدلته. مسطرة.
على عدلته، على قاش ولا على رجله، على عايزها بتنط يديها له بتنط، عايزها قدامه يجري يديها له قدام يجري. فالكابتن صالح انا قاعد يعني ما كانتش لسه علاقتي اتوسطت بيه قوي، فكلمه قلت له شوف الكابتن بيتكلموا على احسن لعيبه، قلت له انا شايفك واحد ها من احسن كذا كذا. قال لي هم رفعت الفناجيلي يبقى ايه؟ رفعت الفناجيلي احسن مني واحسن من كل جيلنا 10 مرات. وقال لي رفعت الفناجيلي ده لو في اي حته في العالم كنا سمعنا عن لعيب عبقري هو كان يرى عيبا واحدا في الكابتن رفعت الفناجيلي. قال لك ثقافته ما اديتوش ان هو يدير موهبته. ايوه فكان عنده اعتقاد يقول يا مستيرو هما ألف خرطوشه، كل ما تستهلك خرطوشه مش هتقدر تعمر البندقيه تاني. فوفر جهده. كان يقول له يا رفعت انت النهارده ماشيه معاك بتكسل ليه في الماتش؟ قال له لا ما انا مش كل ماتش هفضل اجري كده وخلاص. بيوفر مجهوده، بيوفر عشان الماتش الجاي. بيقول لهم ألف خرطوشه، فهو كان قناعته كده. تخيل قال لي ده لو لعيب محترف ومعاه ناس تدير له الموهبه بقى وعارف انه يوصل بلياقته الى اضعاف ما كان يحدث، ماذا كان يمكن ان يقدم للكره المصريه؟ عشان كده انا بندهش جدا والناس عماله تحط التشكيل المثالي للكره المصريه ولا بعضهم، لان طبعا معذورين ابناء الجيل الحالي ما شافوش وما قروش. انما رفعت الفنجان لازم يتحط ويتحط اي حد بعديه. هتسمعوا هذا التقرير عشان تشوفوا رفعت الفناجيلي اللي الناس كمان كسرت عضوية أو ابن النادي على اللعب في الناشئين في النادي ما فعله رفعت الفناجيلي للكرة الأهلوية والمصرية، وكمان ما يبقاش ابن النادي. نشوف هذا التقرير عن مهندس الكرة المصرية رفعت الفناجيلي ومنه الفاصل وبعده نتواصل. رفعت الفناجيلي مهندس الكرة المصرية. زخرت الملاعب المصرية عبر التاريخ بالعديد من المواهب الكروية التي بقي بعضها أصيل المعدن كالذهب لا يعرف الصدأ ولا يسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة أبدا. كان رفعت الفناجيلي نجم النادي الأهلي والمنتخب الكروي المصري في الخمسينيات والستينيات، واحدا من أبرز تلك المواهب الكروية حتى لقب بالمدفعجي ومهندس الكرة المصرية نظراً لمهاراته العالية ودقة تمريراته وتسديداته القوية المحكمة، فضلاً عن أدائه الرجولي ومجهوده الوافر داخل المستطيل الأخضر. ولد رفعت الفناجيلي في الأول من مايو عام 1936، وبدأ مسيرته الكروية في نادي ساحة دمياط حتى التقطته أعين كشافة الأهلي عبد المنعم البقال وأحمد مكاوي عام 1953. ضرب الفناجيلي أروع الأمثلة في الانتماء والتمسك بفانيلة الأهلي رافضاً الاحتراف في أوروبا، ليحصد مع الفريق 6 بطولات دوري وكأس مصر 4 مرات ودوري منطقة القاهرة عام 58 وكأس الجمهورية المتحدة عام 61، وسجل بقميص الأهلي أكثر من 35 هدفاً، كما سجل في الدوري 33 هدفاً وحصد لقب نجم موسم 60 باختيار النقاد الرياضيين. كما شارك مع المنتخب في الفترة من عام 1955 حتى عام 1967، محققاً خلال تلك الفترة لقب أمم إفريقيا مرتين. لعب الفناجيلي في صفوف المنتخب الوطني ما يقرب من 62 مباراة دولية، حيث خاض خلال تلك الفترة 3 دورات أولمبية ونجح في الفوز بالمركز الرابع مع الفريق القومي في دورة طوكيو عام 1964، كما حصل على لقب أحسن مدافع في دورة روما الأولمبية عام 1960. يعتبر الفناجيلي أحد هدافي مباريات القمة في مسابقة الدوري، حيث سجل 6 أهداف كان أشهرها هدفه في شباك ألدو من مسافة محددة وزاوية محددة راهن عليها الفناجيلي قبل بدء المباراة، وقاد أشبال الأهلي للفوز بثلاثية نظيفة وهي نفس نتيجة الدور الأول ليتوج الأهلي باللقب
بعد أن هزم الزمالك رايح جاي للمرة الثانية في تاريخ الدوري، وقال عن نفسه: أنا أحسن سفرجي لخدمة زملائه في الملعب. وقال عنه زميله الشيخ طه إسماعيل إنه أستاذ ومهندس في الكرة، ووصفه الراحل محمد الجندي مدرب منتخب مصر السابق بأنه لاعب دولي أصيل صاحب ذهن متقد وكفاءة نادرة. وقال عنه حنفي بسطان إنه واحد من أعظم من أنجبت مصر كرويا في منطقة الوسط، من أي مكان تعرف قدمه طريق المرمى، لاعب فذ وقدير عملاق قلما يتكرر. أما نجم منتخب مصر والأهلي السابق والناقد الرياضي الراحل أحمد مكاوي فوصفه بالمهندس الفنان الموهوب الذي يملك كل مقومات اللاعب النابغ في كل فنون اللعبة. وقال عنه عبد صالح الوحش مدرب منتخب مصر والأهلي السابق إنه النموذج الرائع للاعب خط الوسط لامتلاكه كل المهارات الفنية والمؤهلات الأساسية للاعب الممتاز. وقال علي زيور مدير الكرة بالأهلي السابق إنه فنان وعبقري الستينيات ونجم جيل بأكمله. كما قال عنه حمادة أمام نجم الزمالك السابق إنه مهندس الكرة المصرية وملك النص. في عام 1967 كان قرار الفناجيلي بالاعتزال، ومنحه المشير عبد الحكيم عامر رتبة ملازم، وعمل بالتدريب في نادي دمياط عدة مواسم قبل أن يقرر ترك العمل في الرياضة عام 1979. غادر الموهوب المدفعجي الفناجيلي أو مهندس الكرة المصرية عالمنا في 23 من يونيو عام 2004 عن عمر ناهز 68 عاما، تاركا خلفه تاريخا كرويا مشرفا سطره بأحرف من ذهب في قلوب عشاق النادي الأهلي. طلع على الكابتن الفناجيلي يا باشمهندس ابن دمياط البر، يعني ذلك الضمايطه معظمهم اهلاوي. تحضرني وقعتين. قبل ماتش كان الاهلي والزمالك، ف حد من الشرايعه يوسف الشريعي رهنه الفناجيلي، قال له هنكسب وانا هجيب جون على شمال قلبه، على شمال قلبه حارس الزمالك. فهو الماتش الناس ما بقتش فاهمه، ما سمعناش احنا الرهان ده غير بعد من كتر الحفاوه باللي حصل من في جنينه النادي الاهلي، والاعلام اللي كان بيحضر يغطي الله ده كسب الخمسة جنيه. خمسة جنيه ده كان مبلغ رهيب. طبعا وان ازاي الكابتن فنجيلي يخش ال 18 ويقعد ماتشوت ماتشوت لحد ما شاط جاب على شمال الارض، على شمال ده ماتش. الماتش شوف التحكم، ما اعتقد مش عارف اذا كان نفس الماتش ولا لا اللي لعب فيه ريو عساس وعلوي مطر. وكان في نقص حاد جدا في صفوف الثلاثي ده، كان 21 سنه، وهو قال لريعو والعلوي هم الوينجين شوفوا عايزين تلعبوا عايزين نكسب الماتش وتخشوا التاريخ وتكملوا في الاهلي، هديك الكوره بس بص عليا على طول، تبص عليا ادالك تدهاني وتبص عليا وتشوف بقى انا هقول لك ايه، هقول لك في ايه، هو في الريموت. ولذلك الماتش ده كان ماشي بسيستم عجيب جدا، وكسبنا 3 في هذه المباراه، وكان مولد هذا الثلاثي للكره المصريه. وفالوا عليه الكمال قبل القمه، نشوف ماذا نشرت مجلتنا. مجلة الأهلي النهاردة صدر العدد الجديد منها لتغطية لقاء القمة والكثير من شؤون الأهلي في انتظار العدالة، لا تجاوز، لا تهاون، لا تفريط في حقوق الأهلي ورموزه، في الإشارة إلى البلاغات التي تقدم بها النادي الأهلي إلى معالي النائب العام وقرار مجلس النواب. والحديث عن لقاء القمة، أهلي 56 جاهز للقمة 120، ثم تغطية شاملة لفوز الأهلي المتتالي في الدوري على أسوان، وأيضا مقالات الرأي اللي بعد كده هتلاقي
تقديم المباراة الأهلي بمن حضر، وفي القمة إن شاء الله هينتصر تفوق أهلاوي ساحق على الزمالك في كل المسابقات، واستعراض لتاريخ لقاءات القمة سريعا، ثم حديث عن فايلر وما أحدثه، وبالتالي أعتقد صفحات المجلة تباعا فيها الكثير من الشؤون، ومقالة الأستاذ حامد عز الدين عن ابن النادي مقالة مهمة جدا وفي توقيتها للأستاذ حامد عز الدين، ورسمة للمتألق شريف عليش. الأهلي يجدد لعم حارس بعد ما بلغ سن 60 لتجديد عمله في غرف ملابس النادي الأهلي. دي كانت مجلة الأهلي النهاردة، اللي دايما وأبدا بتحتفي باشمهندس بالانتصارات وبتتابع المشاهد لحظة بلحظة. كويس إنك تجيب الحاجات يعني عشان الناس يبقى في تواصل بين وسائل الإعلام المختلفة، لازم يبقى في رابطة كده بيننا وبين بعض باستمرار، قناة مع الموقع مع البرامج حتى التانية، عشان يبقى في وحدة فكر بنقدمها للناس باستمرار. طب ما نشوف مجلة الأهلي من 40 سنة بقى، زي ما احنا قلنا ايه اللي كانت فيها كصور سريعة. كانت ليلة مباراة القمة، بصوا المفارقة، كانت قبل مباراة القمة سنلعب للفوز، تشكيل الفريق يعلن في الملعب، هذا العدد صدر وقتها زي ما بقول لكم في 22 من صفر 1400 هجرية، العاشر من يناير 1980، سنلعب للفوز، تغطية أخرى داخل قلعة الأهلي، روح الفانيلا الحمراء في القمة، والحديث عن استعدادات الأهلي لهذه المباراة قبل لقاء القمة من 40 سنة، ومن وقتها والمجلة منذ صدرت في مارس 74 تحظى لقاءات القمة فيها بأعداد خاصة ومتابعة مهمة جدا. في الصفحة الثانية كان عشاق المارد الأحمر مع حوار للفنانة المتعددة المواهب اللبنانية الأهلوية صباح اللي أعربت عن سعادتها بالغناء في النادي الأهلي خلال الستينات. محمود الخطيب كان محور حديث الفنانة اللبنانية لما قالت إن نجم النادي الأهلي هو ملك الملعب، وكان وقتها محمود الخطيب في عز مجده وتألقه. كان في الصفحة الثالثة مقالة ليوسف الصباغ أريد أن أقول، كان عنوانها فلنجعل من هذا اللقاء أي مباراة القمة عيدا للرياضة لا للكرة فقط. يا رب يا رب الكلام ده اللي كل سنة نقوله يترجم على أرض الواقع، إيه اللي إحنا فيه ده؟ في تغطية موسعة لمباراة القمة رصدت المجلة في صفحتين أقوال نجوم الشياطين الحمر وتأكيدهم. كابتن صفوت عبد الحليم قال إن الجميع بيسعى لتقديم ما يشرف الكرة المصرية واسم النادي الأهلي. المجري مصطفى عبده وعد جماهير الأهلي بتقديم مفاجأة كبيرة، واتفق معاه في الرأي الثعلب عبد العزيز عبد الشافي زيزو. في الصفحة 10 و11 المجلة كان ليها تقرير إحصائي عن تاريخ مواجهات الغريمين الأهلي والزمالك، ودايما وأبدا الإحصاءات بتنصف الأهلي وبتؤكد إنه القمة حتى اللي جاية 120 المرات الفوز الغالبة للنادي الأهلي، والتفوق دائما وأبدا أحمر بإذن الله. يا رب يكون مباراة جميلة، يا رب يفوز فيها الأهلي بإذن الله تعالى. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في الثامنة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. السبت موعدنا مع تغطية خاصة جدا على شاشة الأهلي، هتستمتعوا فيها بكل حاجة حلوة عن القمة 120. تصبحوا على خير. كلام بجد شد وجذب، خد وهات وهات وخد، بص شوت عدي فوت، لا ملعون.